بسم الله الرحمن الرحيم. بسأل بس الأول، أنا شغلت الشاشة عندي، هل الشاشة كده ظاهرة ولا لأ؟ باشمهندس تمام. تمام. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة بإذن الله مش هتبقى طويلة، هنتكلم فيها عن البيم من وجهة نظر البيزنس. أوكي، هنحاول إن هو نجاوب على شوية حاجات، ونحاول إن هو نخلي المحاضرة براكتيكال، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تكون مفيدة لينا يعني. إن شاء الله الكونتنت بتاع المحاضرة ده هيبقى عبارة عن أجزاء، أنا حاولت إن أنا أخليها تبقى ماشية بتسلسل منطقي، بحيث إنها توصل للفكرة اللي إحنا عايزين إن إحنا نوصلها. أنا دلوقتي بتكلم على البيزنس، بتكلم على البين من وجهة نظر البيزنس. أوكي، البين من وجهة نظر البيزنس أنا شايف إن هو شوية مظلوم، لأن الناس مش كتير بتفكر في اللي هو الديفلوبمنت بتاعت البين. حتى ساعة ما حد بيجي إن هو يعرضه، هو بيعرضه على إن هو سلعة ممكن تتباع وممكن لأ، مش على إن المشروع ممكن هو يقوم بيه، وعلى إن المشروع ممكن هو يكسب بيه. أوكي، في بعض الناس حتى بتبيع خدمات في البين، مش بتبيع البين كبروسس كاملة. ممكن إنها تقدم على مشروع، ممكن إنها تفيد المشروع، ممكن إنها تقلل في التكلفة بتاعته. اوكي، حتى للاسف بعض الناس بيتعامل مع البيم لان هو لاكجري، بيتعامل في المشروع او ما تعملش مش هيفرق كتير. فانا حاولت ان اخلي فيه تسلسل منطقي شويه، ان هو الموضوع يبتدي باصل الموضوع خالص، اللي هو ليه البيم حصل له انوفيشن من الاصل. اوكي، وهل المفروض ان احنا نغير من وجهه نظرنا واحنا بنفهم ونتعامل مع البيم؟ وبعد كده هقسم البيم لحاجتين في الديفلوبمنت، حاجه اسمها هوريزونتال وحاجه اسمها فيرتيكال ديفلوبمنت، وهنتكلم ان شاء الله عليهم، وهقول ايه المقصود بالفيرتيكال وبالهوريزونتال ديفلوبمنت. وبعد كده لكل بروسس، انت المفروض انك انت لما بتعمل بروسس معينه لو ما بتقدرش تقيس البروسس ده، هي ما بتقدرش انك انت تعملها مانجمنت. فقياس اي بروجكت بيبقى فيه حاجه اسمها كي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتور. اوكي، للكونستراكشن عامه في كي بي ايز محفوظه معروفة، بس هل الكي بي ايز ده هي كافية لان احنا نقيس بيها البروسيس بتاعت البيم ولا لا؟ ده هنتكلم فيه. وبعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم ازاي نقدر ان احنا نطور في البيم، وايه هي الارياز اللي ممكن انها تدينا يعني يبقى فيها زي بيقولوا كده بريق امل من حيث الانفستمنت، سواء على اللارج سكيل او على السمول سكيل. يعني سواء انا مهندس وعندي شركه صغيره وهبتدي ان انا انفست في البيم، اوكي، او انا شركه كبيره وبحاول ان انا انفست برضه في البيم وبحاول ان انا انجذب السوق. ان شاء الله هنحاول ان احنا نجاوب على الاسئله اللي هتظهر قدامنا دي. اوكي، زي هل البيم هو فكره جديده ولا حاجه حصل لها انوفيشن؟ اوكي، ليه صناعة الكونستراكشن كصناعة التطور بتاعها ممكن هو يبقى أقل من بقية الصناعات التانية؟ ممكن إن إحنا ما نجاوبش على بعض الأسئلة دي هي بشكل مباشر، بس هيتجاوب عليها من سياق الكلام. إيه هو الإمباكت بتاع الستيك هولدرز اللي إحنا نقصد بيهم كل حد ليه مصلحة في المشروع أو متدخل في المشروع بشكل ما؟ يعني أنا بيبقى عندي كلاينت عبارة عن واحد من الستيك هولدر، عندي الاستشاري، المقاول، الناس اللي بيقدموا خدمات، الناس اللي شغالين في المشروع، كل دول بالنسبه لي هم ستيك هولدرز. اوكي، فايه التدخل بتاعهم والرولز بتاعتهم وبيحصل لها ازاي تاثير على البن؟ What are the comments on the current implementation of BIM in the market؟ اوكي، هي التعليقات او هي الكومنتس بتاعتنا على الامبلمنتيشن الحاليه، التطبيق الحالي للبين في الماركت. اوكي، وطبعا بقيه اللي هو الاسئله باذن الله نحاول ان احنا نجاوب عليها. ان شاء الله البرزنتيشن ده هي تشارك مع حضراتكم بعد المحاضره باذن الله. طيب نبتدي الاول واي بين هاز بين انوفيتد. اوكي، في البدايه خالص هو ده اجابه عن اول سؤال، هل البين هو فكره جديده ولا فكره كانت موجوده وحصلها تطوير؟ اوكي، من السؤال اللي هو اللي انا بقوله ده، هو واي بيم هاز بين انوفيتد. انا اوريدي انا جاوبت على الموضوع ان هو الموضوع ده كان فكره موجوده وحصل لها تطوير، وهنشوف ازاي الكلام ده حصل.
بس قبل ما نبتدي عايز أسأل الناس اللي هي اللي بتتابع الأخبار بتاع البيزنس وبتتابع الأخبار بتاع الصناعة، هل يعرفوا حد من الناس اللي موجودين قدامنا في الصور دي ولا لأ؟ ولو حد يعرف أستأذنكم إن هو يكتب على الشات. تمام، في حد يقول ايوه. طب تعرف اني واحد فيهم؟ الصوره راحت مقصود على فكره، اللي في النص مارك والش. مظبوط قوي. مصطفى مبروك، مظبوط فعلا، اللي في النص مارك والش. اوكي، في حد يعرف حد ثاني؟ الاثنين اللي كانوا في الاول. اوكي تمام. طيب في حد يعرف حد تاني غير مارك وولش؟ اوكي، طيب انا هرجع تاني اشير البرزنتيشن ونكمل كلام. يامل؟ لا هو مش يامل للاسف. هرجع تاني اشير البرزنتيشن ونكمل كلامنا ونشوف. دلوقتي انا هشير البرزنتيشن، لو حد بس يعمل كونفير. باشمهندس عمر، باشمهندس محمد، البرزنتيشن واضحه دلوقتي؟ ايه مش مصطفى سامي؟ تمام يا فندم، تمام. طيب فعلا هو مش مارك والش، هو جاك والش. اوكي، اول اثنين هو ساكيشي وكيشيرو تويودا. اوكي، الثاني بيل سميث، الثالث جاك والش، الرابع حد اسمه سير جون ايجان. اوكي، الناس دول كلهم انتوا لو خدتوا بالكم هتبصوا ان هم ناس تقريبا اسمائهم قويه جدا في الصناعه، زي مثلا ساكيشي وكيشيرو تويودا. تويودا هو دولت مؤسسين شركه تويوتا. اوكي، بيل سميث ده كان راجل كان ليه فضل كبير قوي على شركه موتورولا في وقت من الاوقات علشان يحسن الانتاجيه بتاعتها ويجيب لها ارباح فاقت المعقول، وكان راجل يعني زي ما بنقول كده كان ليه رؤيه. اوكي، في الحاجه اللي هو بيقدمها، لان الراجل ده هو كان اول حد يعتبر في السوق الامريكي طبق السيف سيجما على صناعه. اوكي، وبعد كده تبعه جاك والش. اوكي، على نفس برضه اللي هو صناعه بس في مجال تاني. اوكي، لان جاك والش كان هو المسؤول عن جنرال الكتريك، واخر حاجه سير جون ايجان، وده كان رجل صناعه برضو، بس ده كان ما كانش في الولايات المتحده، كان ده كان في بريطانيا. اوكي، والراجل ده كان اللي مسؤول عن ان شركه جاكوار بعد ما كانت هتعلن افلاسها انها ترجع تاني وتشتغل وتبقى ليها اسم مره تانيه في السوق. ف تعالوا ندخل بالتفصيل شويه ونشوف الناس دي. زي ما قلنا، ساكيشي وكيشيرو تويودا دول مؤسسين شركة تويوتا، ودول اللي بسبب اختراعهم، أو مش بسبب اختراعهم، بسبب تطبيقهم لمادة في الصناعة. أوكي، كان يعتبر إن هو يعتبر من أوائل الناس اللي ابتدت إنها تطبق المبادئ بتاعت الكواليتي في الصناعة، والمبادئ بتاعت إن هو يبقى فيه بروسس، وإن فيه بروسس كولابوريتيف والكلام ده كله في الصناعة. دول كان أول ناس يطبقوها، ويتسمى الكونسبت بتاعهم في الصناعه سمى تي بي اس او تويوتا برودكشن سيستم. اوكي، ده كان مبدا زي المبادئ بتاعه اللين والمبادئ بتاعه السيكس سيجما والكلام ده كله، ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوا صناعه باقل فائد. اوكي، بيل سميث ده زي ما قلنا كان المسؤول عن ان السيكس سيجما تطبق في موتورولا. اوكي، وبسبب تطبيقه للسيكس سيجما في موتورولا قدر ان هو يوفر للشركه في خلال سنوات معينه 17 بليون. اوكي، بليون دولار. جاك والش عمل نفس الموضوع برضو، طبق السكس سيجما على شركه جنرال الكتريك، وقدر ان هو برضو في فتره قليله يوفر 750 مليون دولار. اخر حد زي ما بنقول سير جون ايجان. اوكي، وده كان فورمر جاكوار تشيرمان زي ما قلت لحضراتكم، وده اللي تقريبا هنتكلم عنه ان هو كان ليه دور كبير جدا بعد ما كان واحد من ضمن الرواد في صناعه السيارات ان هو يعمل حاجه ليها علاقه بصناعه الكوراسراكشن.
بعد الحرب العالمية الثانية كان هم الحكومات وهم الدول انها تقلل الفائض على قد ما تقدر من الميزانيات بتاعتها. كل حكومة وكل دولة ابتدت انها تبحث في الميزانية وابتدت تشوف ايه اكتر الصناعات اللي موجودة عندها اللي بتستهلك فلوس واللي فيها فائض. اوكي، الحكومة البريطانية كانت واحدة من ضمن الحكومات اللي كانت بتعمل كده، ولقوا ان من اكتر الحاجات اللي فيها فائض في الصناعات عندهم هي صناعة الكونستراكشن. وابتدوا ان هم يعملوا حاجة زي انفستيجيشن، ازاي نقدر ان احنا نطور الصناعة دي. اتعمل ريبورتس كتيرة قوي، اوكي، من اول الفترة بتاعت بعد الحرب العالمية الثانية لحد التسعينات. وفي التسعينات اتقدم ريبورت جديد، اوكي، الريبورت ده هو كان السبب فيه كان السير جون ايجن، اوكي، كانوا طلبوا منه ان هو يحضر ريبورت يناقش فيه ايه المشاكل بتاعت الكونستراكشن وايه المفروض ان هو يحصل علشان نطور صناعة الكونستراكشن زي ما بقية الصناعات التانية اتطورت. اوكي، صناعة الكونستراكشن دايما كانت ابطأ من بقية الصناعات التانية، لان على سبيل المثال لو احنا بنبص صناعة الكونستراكشن مثلا مقارنة بصناعة السيارات، صناعة السيارات انت ممكن انك انت مصنع واحد يصنع 1000 سيارة في اليوم، اوكي، انما صناعة الكونستراكشن انت بتقدر انك انت مثلا تبني مبنى، ممكن المبنى يقعد في مرحلة البناء بس في مرحلة الكونستراكشن سنتين، وعمره الافتراضي 50 سنة. اوكي، فعشان تشوف النتيجة في صناعة السيارات بيبقى اسرع بكتير جدا من انك تشوفها في صناعة المباني او في صناعة الكونستراكشن. علشان كده دايما صناعة الكونستراكشن هي مش من الصناعات الرائدة، اوكي، بس هي بتستقي التكنولوجيا من بقية الصناعات التانية. اوكي، فالتطوير بتاعها بيبقى اقل شوية من بقية الصناعات التانية. اوكي، فعلى هذا الاساس ابتدوا ان هم يكلموا الراجل اللي نجح في صناعه السيارات سير جون ايجن، ان هو يحضر الريبورت اللي هم كلموا عليه واللي هو بقى مشهور جدا في مجال الكونستراكشن، اسمه ايجن ريبورت. اوكي، والراجل ده بعد ما عمل الكلام ده هو لقى حاجات كتيره قوي، كان من ضمنها سبب رئيسي في تاخر صناعه الكونستراكشن هو ان ما فيش كوميونيكيشن ما بين العميل وما بين الناس. يعني لو واحد معاه فلوس وبيحاول ان هو يستثمر في صناعه الكونستراكشن، للاسف هيبقى في فجوه ما بينه وما بين الناس المهندسين اللي هم اللي بيشتغلوا، لان هو مش قادر او مش بالضروره ان هو يبقى مهندس فيفهم البلانز اللي بتطرح له. اوكي، فكان من ضمن الريكومنديشن بتاعته ان هو يبقى فيه حاجه كولابوراتيف، بروسيس كولابوراتيف، اوكي، كل الناس يشتغلوا فيها من اول الناس اللي بتحط الكونسبت لحد العميل. البروسيس ده هي يبقى الناتج بتاعها حاجه 3D، يقدروا الناس ان هم الكوميونيكيشن بينهم يبقى احسن عن طريق التواصل فيها. اوكي، البروسيس نفسها ما يبقاش فيها سيجريجيشن، ما يبقاش فيه ما بين العميل وما بين المقاول شغل وما بين المقاول وما بين الاستشاري شغل تاني. البروسيس نفسها ما تتكسرش، لان كل ما البروسيس بتتكسر كل ما في حاجات بتضيع في النص. يعني مثلا لو انا دلوقتي ابص على البروسيس الحاليه بتاع الديزاين بيت بيلت، ان المشروع بيطرح للديزاين وبعد كده بيتعمل له بيدنج، وبعد ما يتعمل له بيدنج بيتعمل له بعد كده بيرسى على مقاول من المقاولين، المقاول ده هو بعد كده بيبتدي ان هو يعمل له بيدنج. في كل مرحله من المراحل اللي فيها تقطيع دي، اوكي، انا في عندي حاجه تفقد في المشروع. اوكي، فكان برضو من ضمن التوصيات بتاعته ان هو ما يبقاش فيه سيجريجيشن بالبروس نفسها، وان البروس كلها تحصل مرة واحدة. ومن هنا حتى جه التعريف بتاع الانتجريتد بروجكت دليفري، ان هو يبقى المشروع بيتعمل كله او بيبقى كل الناس المشاركين فيه موجودين مع بعض من اول المشروع لاخر. اوكي، ده كان الكونسيبت بتاع البيم، ومن هنا ابتدى ان هو يقف. في الوقت الحالي احنا بنبص للبيم ازاي؟ احنا بنبص للبوست ازاي؟ في ناس كتير قوي ابتدت انها تدور على الموضوع ده، هو كان من ضمنهم شركه اوتوديسك، وطلب بحاجه اسمها Achieving Strategic ROI او Achieving Strategic Return of Investment. اوكي، Measuring the Value of Them. ده ريبورت طلع من كام سنه، الريبورت ده هو كويس جدا، مع ان اللي عاملاه شركه تعتبر هادفه للربح، انما انا شايف ان هو الطريقه اللي عملت بيها دراسه للسوق كانت طريقه كويسه، والطريقه اللي تعرض بيها الريبورت نفسه تعتبر طريقه مبسطه جدا حتى للقارئ العادي ان هو يبص على الريبورت ده هو يفهمه. اوكي،
واظن الريبورت ده هو كان موجه للهاي ليفل مانجمنت، ان هم ناس يقدروا يبصوا على الحاجه بسرعه ويقدروا ياخدوا قرار من ضمن بعض الانديكيشن الموجوده. اوكي الريبورت ده هو زي وزي مجموعه كبيره قوي من الريبورتس بتاعت انها تبص على البروسيس بتاعت البيت من الفور بيلرز اللي احنا بنتكلم عليهم في اي بين بروسيس، اللي هو البوليسي والبروسيس والبيبل والتكنولوجي. دايما اي حد بيتكلم عن البيت بروسيس بيتكلم او البيت طلعنان بيتكلم على الاربعه بيلر دول. اوكي وبتاعهم هم يطلعوا المشاكل اللي موجوده في كل بيلر من البيلرز دهية واللي احنا هنعيشها واللي فيه منها مشاكل بتنطبق اكتر على السوق بتاعنا. اوكي ومن ضمن مشاكل مثلا اللي هي ان انا في البوليسي ان هو ما فيش انفورسمنت من الجفرمنت. اوكي ان هو ما فيش حاجه تقول من الجفرمنت في معظم البلاد العربيه الا من رحم ربي، يعني بعض البلاد العربيه فات ان هو يبقى فيه انفورسمنت للبن زي دبي، بس حتى ما بقاش الانفورسمنت بتاعت البن كبروسيس كامله، لا بقى على المنتج النهائي ان هو يبقى في الاخر انا في عندي بن موديل، انما البروسيس نفسها لا مش مطبقه. اوكي في الاسواق في معظم البلاد العربيه بتتعامل بمبدا اللو بيدر نوت موست افيشنت. بمعنى ايه؟ معنى الناس ما بيجي لي بطرح مشروع انا بطرحه كمناقصه. اوكي واللي بيقدم اقل ثمن للمناقصه دي هو اللي بيرفع المشروع، بغض النظر عن ان هو اقل ثمن ده الراجل ده هو كان محقق قبل كده في السوق، كان محقق efficiency كويسه، قدر ان هو يحقق مشاريع باقل عدد من الار اف ايز مثلا ولا لا. اوكي الافشنسي بتاعته في اداء المشروع كانت ايه؟ دي ما بصلهاش قوي مقارنه بالسعر اللي هو مقدمه عشان ياخد المشروع. اخر حاجه في البوليسي من الدول بتتعامل مع البن على ان هو لكجري. اوكي ان هو حاجه تعتبر زياده، محدش تعامل مع البن ان هو لا حاجه ممكن اجيب فلوس وحاجه لو طبقت فيها منفعه للدوله او ممكن انها تزود في الناتج اللي هو العام بتاع الاقتصاد وكده. يعني مثلا لو بصينا لنيويورك، نيويورك ابتدت انها تفرض على كل حد بيعمل مشروع ان هو يبقى فيه يقدم الداتا بيز بتاعت المشروع بتاعته هي في البن وانها تحفظ في البلديه بتاعت نيويورك، تحس ان هو بعد كده من ضمن الحاجات اللي ممكن الناس تستفيد بيها انها على الاقل تبقى عارفه الاماكن بتاعت الانفراستراكشر، لو جه حد ينفذ مشروع من المشاريع ما يضطرش ان هو يعمل انفستيجيشن من اول وجديد ويدفع فلوس من اول وجديد عشان يعرف الانفراستراكشر ماشيه في الشارع ماشيه فين. هي بقت اوريدي موجوده ومحفوظه في البلديه بتاعت نيويورك كداتا بيز ممكن اي حد ان هو يوصلها. اوكي فللاسف لحد دلوقتي معظم البلاد العربيه بتتعامل مع البين ان هو لكجري مش حاجه مهمه. طيب بالنسبه للبروسيس ايه المشاكل اللي لقيناها فيها؟ اول حاجه الليك اوف رايت ابروتش. اوكي ايه الليك اوف رايت ابروتش؟ البروسيس دايما بنتكلم فيها في البلاد العربيه ان هو مثلا ما بنلاقيش مشاريع كثيره ديزاين اند بيلد. اوكي ما بنلاقيش مشاريع جديده انتجريتد بروجكت ديليفري. اوكي ما بنلاقيش مشاريع الناس فيها كلهم مجتمعين زي ما الكتاب بيقول على طاوله واحده وكلهم بيتكلموا وكلهم بيقولوا وكل واحد بيوزن بداله وكل واحد بيقول اللي هو عايزه من بدايه المشروع عشان يتعامل حسابه في البروسس كلها. لا احنا بنلاقي ان هو انا بتكلم مشروع بن بس ما زال التطبيق ديزاين بد بلت. اوكي الديزاين لوحده وبعد كده بيحصل قطع ما بين مرحله الديزاين ومرحله الكونستراكشن، وبعد كده ممكن ان هو يحصل قطع اكبر ما بين مرحله الكونستراكشن وما بين مرحله الاوبريشن والمينتنس. اوكي مع ان كل الناس اللي بتتكلم على البيم وكل الناس اللي بتتكلم على الاستفاده من البيم بتقول ان هو لازم ان البروسيس دي تبقى منفصله وما يبقاش فيها قطع. اوكي الطلبات اللي بتطلب في المشاريع بنبص نلاقي ان هو بيبقى فيه في اوقات اوفر ديتيلنج مطلوب. اوكي واوفر كونسترين مطلوب. ايه اللي مقصود بالاوفر ديتيلنج والاوفر كونسترين؟ ان انا ببص الاقي بعض المشاريع بيطلب مثلا ان هو يبقى الليفل اوف ديتيل اللي بتطلع بيه الحاجه عالي قوي مع ان هو ممكن ان هو ما يكونش هيستعمل. اوكي وان هو مثلا بيطلب بيانات تضاف على الموديل، البيانات دي هي ممكن انها ما تستعملش بعد كده.
فده طالما انا بطلب حاجه انا مش هستعملها ده كده يعتبر ان هو فائد، لان اي طلب انا بطلبه في البين بروسس بيؤدي ان هو الوقت بيزيد والتكلفه بتزيد فبيبقى فيه فائد. اوكي، ثالث حاجه ان هو في اي بين بروسس بنلاقي دايما ان هو موضوع 3 دي كوردينيشن الدوميننت. بمعنى ايه؟ لو سالت اي حد ما يعرفش اي حاجه عن البن وقلت له ايه رايك في البن هيقول لي اه جميل جدا بيحسن كوردينيشن. اوكي، طب في بن يوزز ثانيه، في حاجات كتيره دايما يعني ممكن ان احنا نستفيد بيها، ممكن ان احنا نستفيد مثلا بان احنا نعمل كوردينيشن للسايت. اوكي، نعرف الاماكن بتاعه التخزين في السايت. اوكي، ممكن ان احنا نستفيد بيها بان احنا موضوع الاوبريشن والمينتنس، ان انا ابتدي ان انا ادخل داتا معينه هيحتاجها بعد كده الراجل بتاع الاوبريشن والمينتنس والفاسيلتي مانجمنت في تدوير المبنى. اوكي، والكلام ده مهم، الكلام ده مهم جدا كمان، لان لو انا بتكلم على الكابكس والاوبكس، الكابكس اللي هو الكابيتال كوست والاوبكس اللي هو الاوبريشن كوست. اوكي، الكابيتال كوست اللي هو الكوست في مرحله الكونستراكشن او الكوست من اول المشروع ما يبقى فكره لحد ما ينتهي العمل بتاعه، الاوبريشن كوست اللي هي مصاريف التشغيل. لو انا جيت اقارن الاثنين ببعض ممكن ان انا مصاريف التشغيل بالنسبه لمصاريف الكابيتال كوست تطلع 80% ل 20%. اوكي، فالكابيتال كوست بالنسبه للاوبريشن كوست حاجه لا تذكر. فبنلاقي ان الاهتمام دايما بالكابيتال كوست ان انا دايما في محطه الكونستراكشن ومحطه الديزاين انا بعمل بن، مع ان الاستفاده الاكثر من البن في مرحله الاوبريشن والمانتنس. الحاجه اللي بعد كده بن is not mature enough in medium and small organization. اللي فعلا بنلاقيها بنلاقي ان البن في الشركات الكبيره فيه اهتمام كبير قوي بيه، انما في الشركات الصغيره والشركات المتوسطه ممكن هو ما يكونش فيه اهتمام بيه اصلا. ممكن الناس حتى ما تبتديش انها تنفست فيه او تفكر فيه خالص. طيب شفنا البوليسي البيلر الاولاني، شفنا البروسيس. ندخل بعد كده على واحد من اهم البيلرز اللي موجوده في البن وهو البيبل. اوكي، البيبل احنا بنتكلم دلوقتي عن الناس والانفولفمنت بتاعهم في البن بن بروسيس. هنلاقي ان في اول مشكله قبلانا البول والبور كلاينت انفولفمنت. كل الستاندردز اللي طلعت في الدنيا بتقول ان لازم الكلاينت يبقى داخل في عمليه البن، لازم الكلاينت ينفورس البن، لازم الكلاينت يبقى فاهم متطلباته ايه وعارف الباك فاير بتاعها ايه، سواء تكنيكالي او ايكونوميكالي. يعني دلوقتي لو انا كلاينت وطلبت طلب معين انا فاهم كويس جدا ان الطلب ده هيكلف فلوس قد ايه وهيتعمل ازاي. لو انا مش فاهمه ككلاينت فانا على الاقل انا جايب حد فاهم الكلام ده وفاهم هو بيطلب ايه وممكن ان هو بيديني عنه فكره. اوكي، بس لازم ان انا ككلاينت يبقى ليا انفولفمنت في الموضوع، ماشي، وابقى فاهم طلباتي ايه. لاك اوف تريننج بلانز. اوكي، ان هو مفيش تريننج بلانز كافيه. فمعظم الاحيان ببص الاقي ان انا في عندي شركات بتتعامل مع الموظفين على ان هم حاجه ممكن انها تستبدل في اي وقت، فمش ضروري ان انا اصرف او انفست فيه. ودي ترجعنا اللي هو المثال الجميل قوي ان هو انا في عندي 100 موظف ممكن ان اضربهم ويمشوا. لا، انت في عندك 100 موظف ما بيشتغلوش وما يعرفوش حاجه وهيفضلوا قاعدين معاك. اوكي، فاني الافضل تضرب موظف ويمشي ولا ما تضربوش ويفضل قاعد معاك ويجيب لك خساره؟ Not all providers are qualified. بنلاقي ان في بعض الناس اللي بتقدم الخدمات بتاعت البن not qualified at all. اوكي، هو بيبتدي ان هو بيتكلم على خدمه البن، والله انا انفذ لك كذا، اعمل لك كذا، مش عارف مين والكلام ده، وفي الاخر ساعه ما بيجي موضوع اللي هو التنفيذ بقى بجد بنلاقي ان هو في ناس يعني زي بيقولوا كده talking the talk but not walking the walk. اوكي، بتتكلم بس ما بتاديش. البن للاسف لحد دلوقتي بيستخدم ك 3 دي درافتنج تول. اوكي، الناس اللي بتشتغل بالبن بتشتغل كدرافتنج تول، ما بتشتغلوش كبروسيس. اوكي، ما بتشتغلش بالبن ان هو بوس كام ده، لا، هو ساعه ما بيتكلم مثلا حد عن البن ممكن هو يقول لك اه البن اللي هو ريفت. لا، البن مش ريفت. اوكي، البن مش درافتنج تول انا بطلع بيه لوح وبطلع بيه 3 دي موديل وخلاص. البن حاجه ثانيه اكبر من كده. اخر نقطه عندي اللاك اوف بن تكنيشنز.
ودي انا مش عارف ممكن ان بعض الناس تشوفها انها حاجه غريبه شويه ان احنا نتكلم عن البنت تكنيشنز، بس انا عايز ان انا اقول ان انا من خبرتي بره مصر احنا بنشوف ناس جايه من دول من جنوب شرق اسيا بيتابع عليهم تكنيشنز. الراجل ده عنده خبره في حاجتين، عنده خبره هندسيه مش زي المهندس، عنده خبره درافتمان اوكي مش زي درافتمان، بس هو راجل بيجمع ما بين الاثنين اوكي، راجل بيجمع ما بين الخبره الهندسيه كويسه وبيجمع ما بين خبره الدرافتمان وازاي ان هو يطلع حاجه شكلها حلو جدا اوكي وحاجه البرزنتيشن بتاعها جميل وتتفهم والكلام ده كله. الناس دي في الليفل المتوسط اللي هو لا هو مهندس ولا هو درافتمان، ودي للاسف مش موجودين عندنا. حتى للاسف في المجال اللي هو يعني لو بنتكلم على التراديشنال بروسس مش بنتكلم على البان، الناس دول برضه في الاوتوكاد واللي هو البروسس العاديه مش موجودين بكثره. يعني بنلاقي في ناس ابتدت انها خبرتهم تزيد كان رسام وابتدت خبرته تزيد قوي، فابتدى ان هو فعلا يوصل ليفل التكنيشن ان هو راجل فاهم شويه في الهندسه اوكي، وفي نفس الوقت عنده خبره وعين الرسام بيقدر بيها ان هو يطلع حاجه كويسه. انما للاسف دولت مش كتير، ومفيش معاهد موجوده عندنا في الوطن العربي او جامعات موجوده عندنا في الوطن العربي او مؤسسات تعليميه بتطلع الناس دي، مع ان الناس دولت مهمين جدا لاي صناعه. دايما الليفل المتوسط دايما مهم جدا لاي صناعه. اوكي؟ نيجي الرابع بيلر، البيلر بتاع التكنولوجي، ونتكلم على ايه المشاكل اللي جواه. اول مشكله مشكله السوفت وير ليميتيشن. اوكي؟ دايما السوفت وير اي سوفت وير احنا بنشتغل بيه في ليميتيشن. ريدت في ليميتيشن. اوكي؟ ريدت في ليميتيشن في ايه؟ في بعض الحاجات مثلا ببص الاقي ان هو الاوتوميشن مش سهل ان هو يتعمل. اوكي؟ بعض الحاجات مش سهل ان انا اعملها مودرن. سيلز في دي في مثلا مشاكل ان هو مثلا في المودرن بتاع الشبكات بتاعت الكهرباء ضعيف جدا. اوكي؟ ففي دايما سوفت وير ليميتيشن موجود عندي. مثلا الحاجات مثلا بتاعت البنتلي مثلا ببص الاقي ان انا محتاج اعمل ديفلوبمنت كتير قوي علشان برامج بنتلي تشتغل معايا. اوكي؟ فاي برنامج موجود عندي فيه ليميتيشن. وان انا اودي الحاجه من حاجه لحاجه ثانيه اللي هو اخر حاجه عندنا اللي هو نو فول انتروبرابيلتي. اوكي؟ ان انا اخد داتا واخد موديل اخده من برنامج او اديه برنامج تاني عشان اكمل شغل عليه، برضه في ليميتيشن وفي معلومات كتيره قوي بتروح. حتى لو كان البرنامجين من نفس الشركه. يعني بشوف كتير قوي مثلا لو انا مثلا باخد معلومات من ريفت عشان اوديها للسيرفر 3 دي، او باخد معلومات من السيرفر 3 دي عشان اوديها لريفت، في حاجات كتير قوي في النص بتوع. مع ان الحاجات دي ممكن ان انا ابقى عايز ان انا استخدمها في حسابات، ابقى عايز ان انا استخدمها في ان انا اربط عليها بارامترز. اوكي؟ بس تلفي حاجات بتوعها. تاني حاجه موجوده عندي او تالت حاجه، احنا كده قلنا اول سبب اللي هو او اول مشكله عندي السوفت وير ليميتيشن، تاني مشكله نو فول انتروبرابيلتي، تالت حاجه الانفراستراكشر ليميتيشنز. اوكي؟ ودي احنا بنشوفها كتير قوي في بعض البلاد العربيه ان هو مثلا البن محتاج انفراستراكشر قويه، محتاج نتوركس قويه، محتاج كهرباء تبقى على طول متوفره، محتاج الانترنت يبقى على طول متوفر. اوكي؟ محتاج الانترنت بسرعات عاليه، محتاج حتى اللاين نتورك اللي موجوده جوه المباني تبقى سرعاتها عاليه عشان تقدر انها تسمح بالكولابوريشن اللي موجود في المؤسسه الواحده. الكلام ده على طول عندنا في البلاد العربيه، في معظم البلاد العربيه في مشكله. في بعض البلاد العربيه الحمد لله قدرت انها تطلع من الموضوع ده، بس مش كل البلاد العربيه قادره انها توصل للمستوى المطلوب عشان يقدموا بين بروسس كويسه. اخر حاجه عندنا في التكنولوجي ودي تعتبر مشكله، ان معظم الناس بتافويد كلاود ابلكيشنز. اوكي؟ معظم الشركات دلوقتي بتحاول انها تنفست في كلاود ابلكيشن. ليه؟ لان انا اي كلاود ابلكيشن بيسمح لي ان انا استعمل الابلكيشن استعمله بصوره شرعيه وفي نفس الوقت بدفع عليه فلوس اقل من ان انا اشتريه يبقى موجود عندي. اوكي؟ معظم دلوقتي الشركات زي شركه اوتوديسك مثلا بتحاول انها تقدم مثلا بين 360، بنلاقي في بعض الناس بتتحاشى انها تشتغل بيه خوفا من ان هو الداتا بتاعتها تطلع بره او الداتا بتاعتها حد يستعملها او الكلام ده. طبعا انا مش بتكلم عن المشاريع اللي ممكن انها تبقى مشاريع ذات طبيعه خاصه،
زي مثلا مشاريع الجيش والشرطة والكلام ده، ان هو المشروع نفسه طبيعته ما تسمحش ان هو يحصل له شيرنج على الكلاود، بس في مشاريع تانية ممكن انها يسمح بالشيرنج بتاعها على الكلاود، وللأسف الناس بتأفول خالص الكلاود بتاعت الكلاود، مع ان ممكن انها تحل لها حاجة كتير قوي. ممكن الانفستمنت في الكلاود يخلي مكتب صغير يشتغل بسكيل كبير. فدي كانت المشاكل اللي موجودة على الاربعة بيلرز، اوكي، ودي المناقشة بتاعتها، وان شاء الله في بقية المحاضرة دي احنا نشوف الحلول بتاعتها المقترحة ايه. قبل ما ندخل على موضوع الحلول، انا عايز بس ان اتكلم في موضوع الـ vertical و horizontal development، اوكي، لان ده يعتبر برضو من ضمن المشاكل الموجودة في البنك. لو احنا دلوقتي بنتكلم على البن، ببص الاقي في ناس بتتكلم بتقول احنا وصلنا لانهي بروجكت دايمنشن. احنا عارفين ان البن احنا بنتكلم 3D، ده 3D شيبس والاستعمارات بتاعته. ال4D ان انا بزود على الاكس والواي والزد، بزود التايم، اوكي، ودي استعمارات. ال5D بعد ما زودت التايم انا بزود الاستيميشن، بزود الكوست بتاع الاليمنت اللي موجوده، وبزود الكوست على الاوفر هيد، اوكي. 6D سستينابيلتي، 7D الفاسيلتي مانجمنت، اوكي. وفي ناس بتقول ان احنا وصلنا دلوقتي لل11D، وفي ناس ثانيه بتقول لا ده احنا وصلنا لل12D. طب جميل قوي، احنا عمالين بنطلع فيرتيكال، اوكي، عمالين بنقول 3D 5D 4D 5D 6D 7D 8D، جميل. بس في كل واحد من دول، في كل بين دايمنشن من البين دايمنشنز دي، في استعمارات كتيره قوي. يعني مثلا على سبيل المثال، في عندي في 3D الاستعمال بتاع الكوردينيشن، البروجكت كوردينيشن، او ان انا اعمل كلاش ديتكشن وكلاش ديتكشن سولفنج، اوكي. كسؤال لحضراتكم، في، ومش عايز طبعا اجابه عليه، انا بس السؤال لحضراتكم عشان افكر فيه مع بعض، في كام شركه موجوده في مصر، او في كام شركه الاصل بتاعها عربي او الاساس بتاعها عربي، او في كام شركه حتى في الوطن العربي ايا كان الاساس بتاعها ايه او راس المال بتاعها ايه، عندها ستاندرد للناس ازاي تعمل الكوردينيشن، اوكي، عندها كلاش كرايتيريا ثابته، ممكن ما تتغير من مشروع للتاني، بس على الاقل في بذره محطوطه، اوكي. في عندنا كام شركه ليها ستاندرد ازاي الاجتماعات بتاعه الكوردينيشن تتعمل، اوكي. احنا دلوقتي احنا عمالين بنطلع فيرتيكالي وعمالين بنقول ان انا عايز ان انا يبقى عندي 3D 4D 5D 6D 11D 12D، بس الاستخدامات اللي موجوده في كل بروجكت دايمنشن، في كل بين دايمنشن، احنا مش قادرين ان احنا نجيب اخرها، مش قادرين ان احنا نحط لها ستاندرد الناس تشتغل بيها. فبالتالي بيبقى مع كل مشروع بيبتدي بنبص نلاقي ان هو كان احنا بنبتدي اختراع، كاني ببتدي ان انا اعمل مشروع من اول وجديد بستاندرد خاص بالمشروع، مش في عندي حاجه انا بعدل فيها، وفي عندي بروسيس ثابته انا ببتدي ان انا اعدل فيها تعديلات بسيطه عشان تفت المشروع اللي موجود عندي. اوكي؟ فده اللي مقصود بكلمه الفيرتيكال والهوريزونتال ديفلوبمنت، ان احنا دايما بنركز قوي على موضوع الفيرتيكال ديفلوبمنت، على ان احنا نكتشف دايمنشن جديده، بس ما بنركزش على الدايمنشن نفسه، على البين يوزز اللي جوه الدايمنشن، ازاي نقدر ان احنا نعمل اقصى بينفيت او نحقق اقصى بينفيت منها، مع ان هي دي الاساس. اوكي، لو الاساس ده مش موجود يبقى كل ده انا بعمله بعد كده ملوش لازمه. بنتكلم على ان اي بروسيس لو ما اقدرش ان انا اقيسها، ما اقدرش ان انا اعمل لها مانجمنت، مظبوط. البروسيس بتاعت الكونستراكشن في العاده دي الكي بي ايز اللي احنا بنقدر ان احنا نقيسها بيها. يعني لو جيت مثلا في اي مشروع، اوكي، قلت ان انا عايز كي بيرفورمانس انديكيتور للمشروع ده، هو الناس بتوع المانجمنت لما هيفكروا في كي بيرفورمانس انديكيتور، اي كي بيرفورمانس انديكيتور لازم تبقى الخاص بتاعته ان هو اقدر اقيسه، دي وحده ميجرمنت، اوكي، ويقدر ان هو يديني انديكيشن واضح، تمام. فالناس بتروح لايه؟ بتروح مثلا 9 اورز سبنت في البروجكت، اوكي، قعد الساعات المستهلكه في البروجكت، سبيد اوف ديفلوبمنت، السرعه في الديفلوبمنت اللي كانت موجوده في البروجكت، اوكي، الريفينيو بير هيد، اللي هو حاجات كلها تقريبا شغاله على اي مشروع، وممكن انها تحقق على اي مشروع، وممكن انها تاثر على اي مشروع، اوكي. وعلى فكره هي برضو ابليكابل على البن،
ان لو اس مثلا عن طريق مان اور او عن طريق اللي هو السبيد ديفلوبمنت او الاي تي انفستمنت بير يونت اوف ريفينيو او كاش فلو او برسنتج اوف كوست ريدكشن او بيد وان اور وان برسنتج او الكلام ده, انا هقدر ان انا برضو اطبقه على البن. بس خلينا نتكلم في حاجه ونتكلم فيها بصراحه قوي, هل دي كل كي بي ايز اللي انا اقدر بيها ان انا اقول الفلوس بتاع البن ناجحه عندي في المؤسسه بتاعتي ولا لا؟ من وجهه نظري لا, ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عملتها في البحث بتاع الماجستير بتاعي, ان هو انا معترف ان الكي بي ايز حاجه المفروض انها تبقى ميجرابل, المفروض انها تديني انديكيتور صح في البروسيس, بس مش دايما بتبقى هي اهم حاجه. في حاجات تانية مش ملهاش وحده قياس بس ممكن انها تقول لي زكاه البروسيس صح ولا لا. طب زي ايه؟ زي مثلا ان الشركه يبقى ليها سمعه افضل في الريبيتيشن, اوكي, زي ان انا احقق حاجه اسمها كلاينت ساتسفاكشن, ان كلاينت تايم مبسوط, اوكي, بيتر برودكت, بيتر ار اف ايز كواليتي, ان انا ار اف ايز اللي تتبعت لي حتى وانا في الموقع يبقى ليها قيمه, ما يتبعتليش ار اف اي ابص الاقي ان هو مثلا بيسال مثلا ليه اللوحه دي مش واضحه, اوكي, بيتر تيم, ان انا التيم اللي عندي يبقى حصل له ديفلوبمنت, اقدر ان انا بعد كده لما يجيني مشروع ايا كان المشروع ده هو معقد او لا, التيم اللي عندي يبقى تيم قوي يقدر ان هو ادخل بيه اي مشروع انا مطمن, اوكي. الاكسبانشن ان سيرفيسز بروفايدنج, ان انا بدل ما بقدم خدمه واحده, اوكي, بقدم مثلا خدمه ديزاين, لا انا بقدم خدمه ديزاين وبقدم مثلا تبيع خدمات البن بقى بتعديلاتها بقى للبن يونز كلها, بقدم مثلا 4 دي, بقدم 5 دي, بقدم خدمات ثانيه ممكن انها تكون ما كانتش موجوده قبل كده لو انا بتحقق او لو انا بستخدم البروس بتاعت البن. بيتر كولابوريشن بتوين ستيك هولدرز اند اونرز, بيتر كوست كنترول. فاللي انا عايز ان اوصله هنا ان هو مش دايما الكي بي ايز اللي انا بقدر ان انا اقيس بيها المشاريع العاديه بتبقى فير في ان انا اقيس بيها واقول النجاح بتاع البن بروسيس ده هو كويس ولا لا من عدمه. دايما في حاجات تانيه في اي بن بروسيس ممكن انها بتقيس نجاح البن بروسيس, اوكي, غير الكي بي ايز العاديه اللي انا موجوده بقيه المشاريع. طيب نيجي بقى للجد, so how can we make the most of them؟ زي ما اتكلمنا عن مشاكل بتاعت الاربعه pillars, اوكي, هنتكلم على الريكومنديشن اللي احنا نقدر ان احنا نعملها عشان نحل المشاكل بتاعت الاربعه pillars دي ونحقق الاستفاده الافضل من العمليه بتاعت البن نفسها. فزي ما بدانا بالبوليسي هنتكلم برضو على البوليسي ان هو الجفرمنت تول, اوكي. ايه اللي يخلي الانفورسمنت بتاع جفرمنت تول, اوكي, ايه اللي يخلي الدوله تبتدي انها تتدخل في البن وتبتدي انها تقول ان هو لازم ان هو يبقى في بن بيتعمل عندي او الكلام ده؟ احنا انت دلوقتي لو ابتديت انك انت كل واحد فينا اكيد ليه علاقات واكيد يقدر ان هو يوصل الصوت بتاعه ان هو يبقى فيه يا جماعه يبقى فيه استفاده للدوله من البروسيس ان الدوله نفسها تقول ان هو المشاريع اللي بتتعمل فوق مثلا فوق تكلفه كذا لازم ان هو يبقى ليها موديل, اوكي, يبتدي ان هو يبقى فيه توعيه, اوكي, للناس كلها اللي شغاله ايه هو فايده البن, هيقدر ان هو يفيدنا بيه, اوكي. الكلام ده دورنا احنا, لو احنا قدرنا ان احنا نوصل الدور ده الحكومات هتبتدي انها تهتم بالبن وهتبتدي انها تعمل له قيمه وهتبتدي انها حتى تغير النظره بتاعتها للسوق وتغير النظره بتاعتها بالنسبه حتى للموافقات على المشاريع, اوكي, زي ما حصل في ده كتير بره. طيب ان الماركت نفسه يحصل له شويه تغيير في المايند سيت بتاعته, هو دي سهله؟ هي اكيد مش سهله, اوكي. اللي مقصود باللي انا بقوله ده ايه؟ الماركت بتاعنا على طول اللي بيسوقه هو التكلفه, ما بيسوقش الكواليتي, اوكي, مش زي مثلا الماركت مثلا في اليابان اللي دايما بيسوق الكواليتي, ان هو كل ما يبقى مثلا مقاول بيقدم مشاريع في وقت اقل وكواليتي اعلى هو ده المقاول اللي بياخد شغل اكتر. احنا عندنا المقاول اللي بيقدم مشاريع بتكلفه اقل هو ده اللي بياخد شغل اكتر, اوكي, بس الكواليتي مش موجود. بس لو ابتديت ان انا ادرس المواضيع وابتديت ان انا اتكلم اكتر في المواضيع بتاعت الكواليتي, ابتديت اقنع الناس باهميه الكواليتي بتاعت المشروع واهميه المشروع يوصل في صوره في وقت اقل, وان مش ضروري التكلفه, لو التكلفه
تكلفة قليلة، بس المشروع بدل مثلا ما ياخد سنة في التنفيذ خد 3 سنين، اوكي انا ما عملتش حاجة. انا كان ممكن ال3 سنين ده هي او السنتين اللي بعدين دول يبقى فيهم ريفينيو داخل العميل اكتر من التكلفة اللي اتدفعت، او اكتر من التوفير في التكلفة اللي اتدفعت في 3 سنين. فلازم ان هو يبقى فيه نظرة تانية للسوق نفسه، لطبيعة السوق، ان هو ما يبقاش دايما الموضوع كله لور بيدر، اوكي، على قد ما هو الموضوع يدخل فيه كواليتي كمان. الحمد لله بقى فيه تطوير عندنا في بعض البلاد، ان هو بقى فيه لوكال ستاندرز وكود، اوكي، بنلاقي ان هو دلوقتي بقى فيه مثلا فيه كود مصري. اللي الواحد فعلا انبسط جدا لما طلع كود في مصر بيتكلم على البن وبيتكلم على الكروس نفسها بتعمل ازاي، اوكي. ونتمنى ان بقيه البلاد العربيه كلها يبقى فيه اكواد تقن الموضوع بتاع البن وتتكلم فيه، ان هو يكون فيه حاجه لوكال بن بروفايدرز فور رانكينج سيستم. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي يبقى فيه عندي في كل بلد حاجه زي رانكينج سيستم للمكاتب اللي بتقدم خدمات بن، ان هو ممكن انها تبقى منظمه غير هادفه للربح، تبتدي انها تقيم المكاتب او تقيم الشركات اللي بتقدم الخدمه بتاعت البن، وتبتدي انها على حسب فاكتورز معينه تدي تقييمات، ان هو مثلا الشركه الفلانيه تقدر انها تشتغل في مشروع المستوى بتاعه كذا، وتقدر انها تقدم بن يوزز زي مثلا تقدم 3D coordination، تقدم 4D، بس ما تقدرش انها تقدم 5D مثلا، اوكي. يبقى في رانكينج، اوكي، عشان الناس اللي بتنفست انفستمنت حقيقي، الناس اللي عندها خبرات حقيقيه ما تحسش انها بتتظلم، اوكي. واول ما يبقى في رانكينج، الناس اللي حتى ما بيقدوش او يعني ما فيش عندهم حاجه تشجعهم ان هم يقدموا، هيكون هم يلاقوا ان هو في حافز. ده انا والله لو اشتغلت اكتر على نفسي، لو اشتغلت اكتر على التطوير بتاعي، هلاقي مردود، هقدر ان انا اعلي الرانك بتاعي، اوكي. انما لو نفضل زي ما احنا من غير لا رانكينج ولا حاجه، واللي بيشتغل زي ما بيشتغلش، والموضوع معتمد بس على الورد اوف ماوث، اللي هو فلان ده كويس، طب انت جربته؟ لا، بس اسمع ان هو كويس، من غير ما يبقى فيه كرايتيريا حقيقيه علشان الرانكينج، لا، الموضوع عمره ما هينفع، اوكي. طيب بالنسبه للبروسيس، لازم ان هو يبقى دايما السؤال بتاع انت عايز تعمل ايه بالبن، ما نكسبش ان احنا نقوله للعميل او الممثل بتاع العميل. لازم دايما في اي اجتماع بتاع بن، طالما في بن بروجكت هيتعمل، لازم دايما نسال انت عايز تعمل ايه بالبن، اوكي. لان كتير قوي انا بلاقي ان هو في بعض العملاء اللي بيتكلموا انت عايز بن، انا عايز بن، عايز ايه في البن؟ انا عايز كل حاجه. طب هتعمل ايه كل حاجه؟ مش عارف، بس انا عايز كل حاجه. لا، ما ينفعش، اوكي. لازم ان احنا نوصل الفكره بتاعت انك انت لو عايز كل حاجه من البن، انت في الاخر انت بتدفع فلوس كتيره، واللي هي يقدم لك الخدمه دي هياخد وقت كتير، فده مش في مصلحتك. لازم ان احنا نحدد مع بعض، انت كعميل وانا كواحد جاي يقدم لك خدمه البن، او كواحد جاي يقدم لك استشاره في المجال بتاع البن، لازم ان انا اوصل لك الحاجه اللي انت عايزها من غير تكلفه زياده ومن غير وقت زياده عليك. فحاول دايما ان اوصل الفكره دي للعميل. طبعا كلنا بنقدر ان احنا نتفاهم، وكلنا بنقدر ان احنا نتعامل مع العملاء، ونقدر ان احنا نوصل الفكره باحسن صوره ممكنه. تاني نقطه في البروس، ان هو يبقى فيه ديماركيشن واضح ما بين الرول بتاع الناس كلها اللي شغاله في المشروع. يعني مثلا في كتير من المشاريع اللي انا اتعاملت فيها، ما بيبقاش فيه ديماركيشن واضحه للرول بتاع الاستشاري والرول بتاع المقاول. بنلاقي ان في مثلا في بعض الاحيان بيختلف 4D من الاستشاري. اوكي؟ طب 4D من الاستشاري هيتعمل ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو انا بعمل سكيدول، اوكي، ديتيل سكيدول، اوكي، في اثناء التنفيذ، ده طبعا ده ليه قيمه، اوكي. بينما انا ساعتها كل مثلا كل كونتراكتور ليه طريقه مثلا في التنفيذ، اوكي، في بعضهم بيبتدي بالكور وبعد كده بيبتدي بقيه المبنى، في بعضهم بيطلع دور، اوكي. انما الاستشاري هيقدم ازاي الفور دي؟ فلازم ان هو يبقى فيه ديماركيشن واضحه لكل رول، وايه اللي مطلوب من كل واحد، اوكي، وايه اللي ما ينفعش يطلب من كل واحد. طيب لازم ان هو البروجكت نفسه يبتدي بالبن، وان هو يبقى دايما البن موديل ده بيحصل له تطوير على مدار المشروع.
ما لقيش ان انا مثلا الراجل بتاع الكونسبت عمل الكونسبت بتاعه ب2 دي وشويه ريندر وخلاص الموضوع وقف على كده، وبعد كده الاستشاري راح عامل موديل، الموديل ده اتعمل والله كان دم وجميل جدا وخلاص على كده، وبعد كده اتعمل في الزباله، وبعد كده يدخل المقاول يروح عامل موديل جديد قوي ويتكلم على اللايبيليتي، ان انا مش هاخد اللايبيليتي بتاعه المشروع ومش هاخد الموديل من الاستشاري، والاستشاري يقول ان انا لو عايز ان انا ادي الموديل ده للمقاول لازم ان هو يدفع عليه فلوس، مش عايزين الكلام ده كله. انا في عندي مشروع شغال بالبن، المفروض ان هو يبقى فيه موديل، والموديل ده بيستعمل من اول مشروع وبيحصل له ديفلوبمنت لاخر المشروع، فبالتالي التكلفه تبقى اقل، ونقدر في الاخر ان احنا فعلا نحقق اللي هو المكسب الكامل اللي كل الكتب بتتكلم عليه وكل الناس بتتكلم عليه بره، انها مش شايفينه عندنا هنا في الوطن العربي. لازم ان هو يبقى كلاينت او الاند يوزر، اوكي، هو الموديل اونر. كتير قوي بنلاقي في شركات بتقول والله انا عامل الموديل ده علشان الكوردينيشن بتاعي، اوكي، مش عامله عشان حاجه تانية. لو انت هتاخد الموديل ده اعمل حسابك انت مش هتستعمله في حاجه، او لو انت هتاخد الموديل ده انت لازم تدفع له فلوس زياده. مفيش حاجه اسمها كده. لو انا دلوقتي نفس المبدا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في النقطه اللي فاتت، ان دلوقتي انا في عندي بروجكت شغال بالبن، المفروض دايما ان هو يبقى في موديل، الموديل ده بيتطور والموديل ده بيروح من واحد للتاني وفي الاخر بيفسع عند العميل او ممثل العميل او الراجل بتاع الاوبريشن المينترنس. انما ما ينفعش ان كل شركه تقول الموديل ده بتاعي وانا مش هديه كانه سر حرب. انت بتعمل بروجكت، فكر فيه. لو انت كنت زمان بتقول البلانز مش هديها للعميل، يبقى من حقك انك انت تقول دلوقتي الموديل مش هديه للعميل. اوكي؟ لازم الكروس نفسها تبقى تبص للتيم وتبص للتطبيق بتاعه. اوكي؟ لازم ان احنا نعمل افويد للاوفر ديبيندنج، خصوصا لو هو مش هنعمل بيه حاجه، ما يبقاش كل همنا من البين بروسس ان هو يطلع الموديل باحسن شكل واحسن ديتيل، وفي الاخر الشكل والديتيل ممكن ما يبقاش مستعمل، ويتسبب في ان انا يحصل ريستريكشنز في الهاردويرز اللي شغال عندي وفي السرعات وفي التسليمات، وان انا ابص الاقي ان انا مثلا مع كل تسليمه بطلع هارد ديسك عشان اسلم عليه. اوكي؟ لازم ان انا على قد ما اقدر، طالما المشروع مش مستدعي ان انا اعمل اوفر ديتيلنج، احاول ان انا ابعد عن اوفر ديتيلنج. طيب بالنسبه للديبر، المفروض ان هو احنا بنتكلم بقى على الناس ان هو تبتدي انها توصل الكالتشر، بنتكلم على الناس اللي هم الناس اللي عندهم خبره كبيره في البن، انها توصل الكالتشر بتاعت البن للكلاينت. اوكي؟ في انها توصل ايه اهميه الكلاينت في ان هو يبقى ليه دور بيساعد في البن. ماشي؟ ايه هو الاستفاده من البن؟ ايه الاستفاده ان انا اوصل للكلاينت نفسه من الحته اللي هو عايزها؟ الفلوس، راس المال. انا دلوقتي لو قدمت بن بروسس صح، انت هتكسب ليك عميل. اوكي؟ هتكسب ليك وقت، هتكسب ليك فلوس. على مستوى التشغيل، هل الاوبريشن المينتنس هيحصل بسرعه احسن ولا لا؟ لازم الكلام ده هو يوصل للعميل. اوكي؟ لازم ان انا دايما اكلم العميل واحاول ان انا اوصل له ايه اهميه المشروع كله يبقى معمول بالبن. اوكي؟ مش ان هو في الاخر نبص للبن على ان هو والله انا في بن خلاص يبقى انا عايز موديل في الاخر وما يهمنيش اللي بيحصل في النص. انا بلاقي الكلام ده كتير بيحصل، ان هو في مشاريع بتبقى كلها قايمه اوتوكاد وفي الاخر خالص بيتعمل موديل، والموديل ده ممكن ان هو ما يبقاش اكتر 2%، ما استفدناش باي حاجه في الموديل ده في المشروع، ما تعملش كوردينيشن، ما تعملش حاجه، والمشروع في الاخر خسر ويحسب على البين ان هو اتعمل بيه. اوكي؟ لازم ان انا يبقى في كلاينت اي اي ار اللي هو الامبلوير انفورميشن ريكوايرمنت. اوكي؟ والايرلي انفولفمنت من الكلاينت. احنا ده كله احنا عاملين بنتكلم على دور الكلاينت، دور الكلاينت، دور الكلاينت، دور الكلاينت فعلا مهم جدا، وحتى في الايزو الجديد بيتكلم في معظم الاحيان على دور الكلاينت ان هو قد ايه مهم في اي بين بروسس، لان الكلاينت لو ملوش دور في البين بروسس، البين بروسس كلها تعتبر فاشل. اوكي؟ لازم ان هو يبقى فيه سبيسيفيكيشن واضحه للبين مانجمنت تول. اوكي؟ الناس بتوع البين مانجمنت بيعملوا ايه؟ تمام؟ وان هو يبقى دايما مفهوم الرول بتاعتهم ايه في كل مشروع. ماشي؟ لان هو في بعض المشاريع بنبص نلاقي ان هو مطلوب بين مانجر،
مين البين مانجر نبص نلاقي مثلا مين اللي قوي يا جماعه فلان طب تعالى طب انت تعرف يعني البين اكسكيوشن بلان ده طب انت ايه الاستراتيجي بتاعتك الكوردينيشن والله هنعمل كوردينيشن طب هتعملها ازاي معرفش اوكي لا لازم ان هو يبقى فيه دور واضح في البين مانجمنت اوكي سواء بين مانجر او بين مانجمنت تيم لازم ان هو يبقى معروف الدور بتاعه في المشروع ايه لازم الناس حتى اللي هتدور اللي هتقوم بالدور ده تبقى كواليفايد انها هتقوم بيه لازم ان هو يبقى فيه تمرين للمهندسين في السايت اوكي البين بيشتغل بال 3 دي لو انا ما اعرفش الحاجه في السايت بتتعمل ازاي مش عارف ان ارسمها يعني ما ينفعش ان انا مهندس يبقى لسه حديث تخرج واطلب منه ان هو يعمل ديتيله كامله في البين لحاجة هو ما شافهاش في الطبيعة. اوكي؟ فلا لازم ان هو يبقى في تدريب للمهندسين ينزلوا يشوفوا الحاجة في السايت بتعمل ازاي عشان يقدر بعد كده يجي يعمل لها موديلنج يعملها مظبوط. اوكي؟ لازم ان هو في الجامعات وفي المعاهد الفنية وفي الكلام ده كله يبقى في صحافة الكولابوريشن نفسها. ان هو يبقى في مشاريع بتتعمل والناس بتبتدي انها تتعامل فيها من كذا قسم يعني بنلاقي في الجامعات بره بنلاقي ان مثلا القسم المعماري وقسم الكهرباء وقسم الميكانيكا عملوا مشروع تخرج واحد. هنا في مصر قليل جدا لما بنلاقي المشاريع دي وممكن لو لقينا المشاريع ده هنا نلاقيها مثلا ما بين قسمين مش اكتر. مع ان الثقافه نفسها مجرد ما بنتخرج وبنبص بقى نلاقي بقى نحتاج في سوق العمل بنلاقي ان هو ما فيش حد بيشتغل في مشروع لوحده. بنلاقي ان انا مطلوب مني ان انا اتعامل مع معماري انا ما اتعاملتش انا كمهندس ميكانيكا مثلا اول ما اتخرجت لقيت ان انا مطلوب مني اتعامل مع معماري انا ما اتعاملتش معاه قبل كده. اتعامل مع مهندس الكهرباء واتكلم معاه في مصطلحات ممكن انها تكون درست بعضها وما مش فاهم كل حاجه عن شغله. اوكي؟ فلازم ان هو يبقى في اثناء الدراسه نفسها الثقافه بتاعت الكولابوريشن ثقافه التعاون ما بين الاقسام تبقى موجوده. علشان الناس اول ما تتخرج وتبتدي انها تتعامل مع بعضها ما بقيش الدوزر اللي بتحصل. ما بقيش ان كل واحد فاكر ان هو اللي بيعمل الشغل كله والباقي ما بيشتغلش. مع ان الكلام ده مش صحيح. اخر حاجه نتكلم فيها عن البيبل ان هو يبقى فيه تكنيكال انستتيوتس. اوكي؟ ان هو يبقى فيه تكنيكال انستتيوت اللي بتخرج لي التكنيشنز، البين تكنيشنز او تكنيشنز في العموم. سواء حتى في البين او في التراديشنال واي. بالنسبه للتكنولوجيا مش هنتكلم فيها كتير احنا عايزين يبقى فيه سوفت وير افضل اوكي عايزين يبقى الانتجريشن ما بين السوفت وير احسن عايزين انفراستراكشر نبتدي ان احنا نهتم بيها اكتر اوكي يعني حتى في ال حتى في المكاتب الاستشاريه او في الاماكن بتاعت الشغل يبقى فيه انفراستراكشر احسن يبقى فيه لان افضل اوكي عايزين يحصل اوتوميشن كتير في المشاريع نهتم بالار ام دي في شركات كتير قوي ما بتهتمش بالاوتوميشن ما بتهتمش بالار ام دي اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت عندها عايزين ان هو يبقى فيه دايما داتا بيز داتا بيز موجوده عندنا للفاميليز داتا بيز موجوده عندنا للمشاريع بحيث ان انا ما ابداش كل مشروع تاني فروم سكراتش اوكي معلش انا هوقف ثانيه علشان بس نتاكد هل البرزنتيشن بس شغاله ولا لا باشمهندس عمر باشمهندس محمد باشمهندس عمر حضرتك الدنيا شغاله ولا ده انا بلاحظ المهندس عمر بيحاول ان هو يتصل بالكلام طيب طيب تمام نكمل لا لا هو مهندس عمر خرج بس خلاص اتفضل طيب تمام اتفضل اوكي طيب دلوقتي احنا خلاص احنا نعتبر ان احنا في اخر حاجه في البرزنتيشن بتاعتنا هنتكلم بقى على الحاجات بقى اللي هي بقى اللي تهم الناس اللي هو عايزين ان هم يستثمروا في المجال بتاع البن اوكي ايه الافكار ايه الاماكن اللي انت ممكن انك انت تستثمر فيها في المجال بتاع البن ويدخلك فلوس هنتكلم في حاجه مثلا زي مجال الايديوكيشن اوكي احنا ممكن ان احنا لو انا حد عفوا لو انا حد دلوقتي حد ان انا استثمر في مجال البن وحد ان انا يبقى لي دخل ثابت انا ممكن ان انا استثمر في مجال البن في ان انا اقدم اديوكيشن
اتينا استثمر لو انا مؤسسه كبيره استثمر في التكنيكال انستيتوتس اوكي، لو انا مجرد ترينر صغير ممكن انا او حتى المؤسسات الكبيره حتى في يعني في الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده الاونلاين تريننج بيبقى حاجه مفيده جدا طبعا. ان يبقى في عندي الو من فضلكم لو في حد فتح الميكروفون يا ريت يعمل ميوت شكرا. ان يبقى في عندي برامج تدريبيه كامله تدي سيرتيفيكيشنز في البين مانجمنت مثلا، يعني انا فاكر من كام سنه ساعه ما كنت حد ان انا اعمل سيرتيفيكيشن في البين مانجمنت قعدت ادور على مكان في الوطن العربي بيدي سيرتيفيكيشن في البين مانجمنت للاسف ما لقيتش اوكي، واضطريت في الاخر ان انا اخد في يو كي. فليه احنا برضه ما يبقاش في عندنا مؤسسات زي الاشري زي الار اي سي اس زي الكلام ده هو اللي تدينا سيرتيفيكيشن في المجال بتاع البين اوكي. الانفستمنت في اليونيفرسيتي ان هو يبقى فيه نيو بروجرامز بتتكلم على البن او بتتكلم على الكولابوريشن اوكي، ان هو يبقى فيه انفستمنت في تريننج سيستم اوكي. ففي الحته بتاعت الادوكيشن دي الحاجات اللي ممكن ندي فيها انفستمنت، وطبعا احنا بنتكلم كمؤسسات وكافراد اوكي، ممكن افراد يعملوا الحاجات اللي هو صغيره المؤسسات تبتدي تعمل حاجه كبيره في مجال الكوميونيكيشن اوكي. انما يبقى فيه عندي اعمل انفستمنت اكتر في الانفورميشن مانجمنت اوكي وفي سي بي اي سيرفيسز. الناس اللي بتشتغل بره مصر والناس دلوقتي حتى اللي بتشتغل جوه مصر الناس اللي بيتعاملوا مع البيم 360، البيم 360 هو ده بلاتفورم متقدم من اوتوداسك اوكي، بس في كتير قوي شركات تانية بتقدم نفس الخدمه، هي اكيد ممكن ما تبقاش نفس الخدمه بالظبط بس هي خدمه قريبه من الخدمه بتاعت البيم 360 وممكن تكون بتقدمها باسعارها اقل. واحنا في عندنا بروجرامرز كتير وفي عندنا ناس مهتمه قوي بانها تعمل بلاتفورم زي كده، فاحنا بره مصر بنشوف كتير الناس اللي بييجوا يعرضوا علينا خدمات سي دي اي كومن داتا انفايرمنت او خدمات انفورميشن مانجمنت اوكي، خدمات مثلا زي برامج زي اللي هو بيم 360 بس بتقدمه خدمه شركه صغيره فبالتالي بيبقى التكلفه بتاعته اقل مثلا من بيم 360. ففي ناس ممكن تنفست في الكلام ده هو ممكن انها تعمل منه افكار كويسه وتبتدي انها تسوق الافكار دي وان شاء الله هتلاقي سوق طبعا. في المجال بتاع الانفراستراكشر اوكي، الشركات لو ابتدت انها تنفست في الهاي سبيد لاين لو ابتدى ان هو يدرس الموضوع ده هو على مدى طويل هنلاقي ان هو المردود بتاعه كويس جدا، لانه هيوفر لي ساعات كتير قوي من الانتظار عشان مشروع يعمل سنكرونايزيشن او يعمل يتنقل الداتا من مكان للتاني، او لو انا مثلا في عندي كذا فرع مثلا موجود داخل مصر او بره مصر او موجود في دول مختلفه اقدر ان انا اعمل بينها كوميونيكيشن. في بعض الشركات بتقدم ديديكيتد انترنت لاينز للشركات الكبيره اوكي او حتى المكاتب الصغيره كوردينيشن ما بينها. في بعض الناس اللي ممكن انها تنفست في السايت مايكرويف تاورز انها تقدم الخدمه بتاعت المايكرويف تاورز للسايت اوكي، وفي بعض الشركات اللي اوريدي بتشتغل في الكلام ده هو في مصر او خارج مصر اوكي انها بتقدم حاجه زي النتوركس العاديه بس عن طريق المايكرويف تاور اوكي، فبتقدر انها تقدم انترنت بسرعه عاليه جدا بيقدر ان هو يخدم ويقدر ان هو يعمل كولابوريشن زيه زي الانترنت العادي. بالنسبه للمجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت احنا ممكن ان احنا نستثمر في المجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت ان احنا نعمل مثلا حاجات زي اوتوميشن في الشركات الكبيره ان هو علشان نخلي الموضوع يتعامل بشكل اسرع ويتعامل بصوره افضل ويتعامل بتكلفه اقل ان هو اعتمد اكتر على التولز بتاعت الاوتوميشن اللي زي الداينامو وزي جراس هوبر اوكي. بالنسبه لمستوى الافراد بانك انت تعمل حاجات زي الاد امز تبيعها او برامج صغيره بتعمل اوتوميشن او برامج صغيره بتحل حاجات معينه وتبيعها اوكي، كتير قوي من الناس بتبتدي انها تعمل حاجات زي كده وتبيعها على المنصه بتاعت اوتوديسك او بلاتفورمز الثانيه اللي ليها علاقه بالبن وبيبقى ليها مكاسب كويسه لو انت عايز تعمل انفستمنت برضه في الكلام ده. بالنسبه للمانيفاكتشرنج اوكي
بنتكلم على ان هو نعتمد اكتر على الستيل بريفابريكيشن. اوكي البريفابريكيشن في الباس البريفابريكيشن في العموم ان احنا لو انا دلوقتي عايز ان انا اقدم حاجه كويسه انا ممكن ان انا لو شركه كبيره انا دلوقتي بتعامل اكتر او بحاول ان انا اتارجت اكتر الحاجات اللي بتعملها في بريفابريكيشن. ولو انا حد موزع او حد بيقدم مثلا خامات او الكلام ده هو ان انا ابتدي ان انا اقدم الخدمه بتاعتي بريفابريكيشن. يعني انا لو مثلا لو ورشه ابتدي ان انا اشوف ايه اللي مطلوب مني علشان اقدم حاجه اعملها بريفابريكيشن. اوكي ابتدي مثلا اجيب مثلا ماكينات سي ان سي وابتدي ان انا اتعامل مع المودلز اللي بتطلع. اوكي واقدم حاجات بريفابريكيتد المواقع ده انفستمنت كويس ليا كفرد او كشركه صغيره. اوكي ان هو يبقى فيه سيرشنج اكتر على البريفابريكيتد بيلدينج. اوكي من ناحيه مثلا المعماري ومن ناحيه الكلام ده هو ان هو في حاجات اعتمد اكتر فيها على البريفابريكيشن سواء من الورش او سواء حتى من الشركات او الكلام ده. فيبقى فيه سوق جديد ممكن ان هو ما يبقاش موجود عندي بكثره في مصر او بكثره في الوطن العربي. اوكي وابقى في نفس الوقت بقدم خدمه ممكن ان انا ما تبقاش موجوده بكثره. لو انا بتكلم انا مثلا ليفل ورشه او ليفل مصنع صغير وبيعمل في بريفابريكيشن اكيد هيبقى ليه كومبتيتف ايدج كويسه جدا على بقيه المصانع والورش الثانيه. الاوت سورسنج احنا ممكن في البن نستغل الحاله الاقتصاديه اللي موجود فيها العالم دلوقتي ان احنا معظم البلاد العربيه يعتبر سعر العمله فيها اقل بكتير قوي بالنسبه للبلاد الثانيه. وده اللي بعض الشركات ابتدت انها دلوقتي بتعمله انها بتعمل حاجه زي باك اوفيس مثلا في مصر باك اوفيس مثلا في بلاد ثانيه بحيث ان هو الشغل اللي مطلوب في البلاد الخارجيه يتعمل في مصر. اوكي فلا ليه ما نوسعش كلام الكلام ده هو ونبقى زي مثلا بلاد زي الهند اللي هو انا في عندي ناس بس مستواهم اعلى بكتير قوي من مثلا البلاد اللي حواليا او البلاد اللي هي اللي بتقدم اوت سورسنج. اوكي ونبتدي ان احنا نعتمد اكثر على اوت سورسنج في ان احنا نعمل مكاتب كامله او حتى مكاتب اونلاين تاخد شغل وتقدمه بمستوى كويس. اوكي فدي برضو من ضمن الافكار بتاعت الانفستمنت اللي ممكن تعمل في البن ويبقى المطلوب بتاعها كويس جدا. اوكي ان انا كمكاتب او كافراد اقدم نيو سيرفيسز. اوكي ابتدي ان انا مثلا اقدم مثلا سيرفيسز مثلا مش منتشره كتير زي الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي برامج الاوجمانتد رياليتي اللي هي اللي بتجيب الموديل ويطبقه على حاجه في الواقع. اوكي او ان انا ابقى مكتب متخصص في الفور دي بلاننج او ان انا مكتب متخصص في الليزر سكاننج او ان انا مكتب متخصص في البين مانجمنت او اللايف تراكنج. اوكي في استخدامات قوي في بين يوزز كتير قوي محتاجه ناس انها تقدمها والناس اللي بيقدموها قليلين جدا. فلو فكرنا في الانفستمنت في المجال ده ممكن ان احنا نلاقي ان هو المجال ده هو لسه ما بقاش ريد اوشن ولسه محتاج انفيدرز دي ولسه في فلوس كويسه ممكن الناس تعمل كده. يبقى يعتبر اللي هو النهارده ان شاء الله خلصنا. اوكي واتمنى ان اكون افدت حضراتكم وانا مستعد دلوقتي لاي سؤال من حضراتكم. شكرا. شكرا باشمهندس حسين على المحاضره الرائعه دي. اتمنى لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند وانا هفتح المايك على طول. باشمهندس خالد اتفضل. باشمهندس خالد صوتي باين كده؟ ايوه. اولا انا بشكر حضرتك طبعا على الكلام ده كله. انا لسه طالب في ثالثه مدني بس انا استفدت جدا من المحاضره دي. كنت عايز اسال حضرتك في ثلاث حاجات بس. اول حاجه هو انا احنا عندنا في الجامعه تقريبا انا في هندسه القاهره ما فيش حد بيدينا اي تراك نمشي عليها او اي حاجه علاقه بالبن او حد بيقول لنا اصلا ايه الكلام ده. هي كلها بتبقى سيلف ليرنينج. تمام. فحضرتك تنصحني بايه ان انا امشي في التراك ده؟ يعني انا ابدا بايه عشان امشي في التراك ده؟ ان انا في ناس كتير قالوا ان هو المجال ده ما فيهوش ناس كواليفايد كتير. تمام. فلو عايز ابقى شخص كواليفايد فيه بقى حضرتك تنصحني ايه امشي ازاي؟ طب طيب معلش حضرتك ثالثه مدني مظبوط؟ ولا تمام. طيب علشان تشتغل في البن. اوكي البن ما يعتبرش مجال لوحده
يعني في ناس كتير قوي بتقول ان هو انا شايف البنت هبقى بين كوردينيتور او هبقى بين مانجمنت او بين مانجر او او او. انا بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي شغال في البن كتير, البن مش مجال, البن هو المشروع نفسه بيتعمل ازاي. يعني البن الناس اللي بتشتغل مثلا اوتوكاد ده بالنسبه لي هو بن ليفل 0 مثلا, اوكي. الناس اللي بتشتغل مجرد 3 دي ده بن ليفل 1, الناس اللي بتشتغل 3 دي كوردينيشن وكولابوريشن ده بن ليفل 2, اوكي, وفي سي دي اي والكلام ده. فان انا ابقى عارف ان انا اشتغل هندسه دي حاجه مهمه, اوكي, قبل ما اقول ان انا اشتغل بن, اوكي. انا لو مهندس كويس, لو انا عارف دوري ودور بقيه الناس اللي حواليا وعارف ان انا اتفاعل معاهم, اوكي, ده في حد ذاته هو المبدا بتاع البن. لان المبدا بتاع البن هو كولابوريتيف بروسيس قبل ما يبقى 3 دي, اوكي. فساعه ما تقدر انك انت تشتغل كولابوريتيف بروسيس كويس جدا وتقدر انك انت تبقى قوي في مجالك وبعد كده تشوف بقيه المجالات الثانيه واحتكاكك بيهم ايه, اوكي, في الوقت ده انا بقول لك انت 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 اوريدي شغال بن حتى لو مش شغال ريفت. تمام, تمام. الريفت والكلام ده هو الريفت والبرامج بتاعت الكوردينيشن والكلام ده هي تعتبر تولز, انها مش هي الاساس. انا ما انا وصلت لك فكره, ولو انت انت في حاجه من ده مش واضحه قول لي هتصرفها. طب كنت عايز احرك في حاجه ثانيه معاك. دلوقتي شركه اي سي جي بتعمل تراك كده اسمه يونيفرسيتي تو ورك, تمام. التراك ده بيكون افيلبل في ثالثه لستركتشرال او بيم, تمام. الستركتشر بيدي تكنيكال سكيلز للمجال بتاعنا كستركتشر, والبيم بقى بيدي 4 دي 3 دي 5 دي كده والفيرتشوال رياليتي. هل حضرتك تنصحني اخش بقى الستركتشر ولا البيم؟ والله لو عرفت ادخل الاثنين ادخل الاثنين. لا ما هو واحد بس, هو الستركتشر مفتوح لتالتة بس, البيم مفتوح تالتة لرابعة وبعد التخرج. خلاص يبقى انت ادخل الاول الستركتشر وبعد كده ادخل بعد كده البيم. بس انت لازم تبقى مهندس مدني شاطر وبعد كده تبقى بيم يوزر شاطر. تمام. مش بيم يوزر الاول, لا, مهندس مدني شاطر هي الاول. تمام, شكرا جدا حضرتك. عفوا. اتفضل باشمهندس مصطفى. الو باشمهندس حسام. ايوه. انا بشكر حضرتك عن المحاضره اللطيفه دي بجد, يعني كانت محاضره قيمه جدا, وبشكر ابن ريبي على التنظيم الرائع ده. انا كان بس عندي سؤال, انا يعني احيانا كتيره بنبقى بنكتب استراتيجيك امبلمنتيشن لبعض الكلاينتس, دايما بتقابلنا مشكله في ديبيت مشهور جدا جدا في ان ما فيش لحد دلوقتي internationally accepted standard للكالكوليشنز بتاعت ال ROI على البيم اصلا لحد دلوقتي. حتى اللي حضرتك زي ما حضرتك عارف, حتى الريبورت اللي اوتوديسك طلعته, لو جيت تتكلم مع حد بتاع فاينانس محترف فاهم يعني ايه ROI. الو, ايوه انا معاك, انا بضحك بس. لا هو انت دخلت في الموضوع جامد, فانت عارف ايه اللي فيه يعني. ايوه فدي دي بتبقى ديبيت طويل عريض جدا جدا, وبسبب ان مفيش انترناشونالي اكسبتد ستاندردز بيبقى الحجه بتاعتنا احنا باستمرار بتبقى ان احنا بنتكلم عن لو احنا مثلا بنتكلم خصوصا مع المقاولين, يعني ان السايكلز بتاعت الانفستمنت بتاعت الكابيتال بتاعتك هتبقى اسرع بكتير. بنتكلم على حاجات ممكن ما تكونش ملموسه بشكل مباشر ليه هو كانفستمنت, بس يعني زي ما انت قلت من شويه ان حاجات ما تكونش لسه ليها قياسها وملهاش كي بي اي. لا لسه يعني دي مشكله احنا بنواجهها, دي مشكله احنا بنواجهها. الحاجه الثانيه برضو اللي انا دي عشان كده بسالك, هل في المستقبل هل ممكن يبقى في حاجه زي كده ولا احنا لازم نشتغل عليها؟ لان انا مش شايف ان في اي حد اصلا, يعني اكبر شركه بتعمل ريبورتس في المجال ده اللي هي مثلا دوج داتا اند اناليتكس, هي كانت منزله اخر تقرير في 2007. لا ما كانش في حاجه برضه, هو طيب برضه ستيل بتتكلم من غير انترناشونالي, ما ده اللي انا بتكلم عليه. ما هم دوج داتا اند اناليتكس مش عارفين هم يتعاملوا مع ناس ثانيه وكيانات كبيره زي اروب وغيرها وغيرها, مش عارفين يطلعوا حاجه زي كده. هل ده احنا يعني هل الواحد في الاخر او نوجه الناس انها تبتدي تشتغل في حاجه زي كده في ماستر ديجري في دكتوراه في كده, ولا الموضوع ممكن بعد شويه؟ لان انا حتى الايزو اللي نازلين قريب ما فيهمش اي ذكر على الكلام ده خالص, ما فيش اي طريقه اقدر بيها احسب البوزيتيف ار او اي على البيم كفاليو بي دي. دي حقيقه, دي حقيقه. فدي مشكله. الحاجه الثانيه برضو اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها, ان احنا عندنا مشكله دلوقتي ان في معظم الاوقات
عشان نكسب ال 20% كوست ريدكشن بتاعه وقت الاوبريشن. احنا عندنا مشكله كبيره تانية اللي هي ان احنا بنتعامل مع عديد داتا. يعني انت مثلا عايز تحط معلومات معينه جوه الموديل، المعلومات دي متجزئه في اكتر من مكان، موجوده في ماتيريال سبميت مره، موجوده في عقد مره، موجوده في ميتنج مره، حتى في بعض الاوقات قابلنا الكلام ده. فدي مشكله، دي مشكله ثالثه برضه عايز اتكلم عنها، ولو انت تقدر ان يبقى في ديبيت حواليها. الموضوع برضه في الفاسيلتي مانجمنت احنا ما عندناش ريكويرمنتس واضحه. يعني حتى لما بنيجي نتكلم مع بعض مفيش سوفت لاندنج، السوفت لاندنج بيذكر بره بس، مفيش خالص عندنا احنا هنا. فدي كلها مشاكل انت شايف اي حلها؟ انا يعني بتناقش معاك مش خاطر يعني. طيب خلينا ناخدهم واحده واحده. اوكي أيه. اول واحده الموضوع بتاع اللي هو الار او اي والكي بي ايز والكلام ده، مفيش انترناشونال ستاندرد يعني. كان لحد دلوقتي مفيش، بس في محاولات. يعني كنا بتكلم مع المهندس عمر سليم، لان هو معايا هنا في نفس البلد، فكنا بنتكلم ساعه ما كنت لسه بعمل ماجستير. فقال لي على مهندس موجود في الامارات، كان ما شاء الله كان عمل بحث في المجال بتاع اللي هو التوفير في البيم والمشاكل بتاعه الكونستراكشن، وان هو لقى 35 مشكله في الكونستراكشن كلهم بيتحلوا في البيم. اوكي قليلة قليلة أنا يبتديش إن إحنا نشتغل على كي بي آيز أو على حاجات تطلعني مثلا أرو آيز. هي المشكلة في فندس أقول لحضرتك المشكلة فين، عشان أنا لمسها قوي بواجهها كتير. المشكلة كلها جاية منين؟ المشكلة كلها إن في رولز مختلفة في الموضوع. يعني بمعنى إن الفايدة اللي بتيجي للمقاول غير اللي بتيجي للمالي، غير اللي بتيجي حتى الاستشاري، غير اللي بتيجي للسب كونتراكتور. الموضوع ما هوش ما ينفعش يتعمل حاجة تكون عامة ليهم كلهم. ده أول مشكلة. المشكلة التانية هو فعلا حتى اللي هو الريبورتس اللي بتتكلم هي مقسمهم ثلاثة. أيوه ثلاثة على الأقل. مظبوط من كده. مظبوط. المشكله الثانيه بقى اللي انا بشوفها برضو ان بره هم قبل ما يبتدي الحكومه البريطانيه تبتدي تاخد قرارات بحيث انها تعمل مينديتنج للبن في بريطانيا، جابت ريتشارد ميرفين وقالت له يا استاذ ريتشارد بعد اذنك اطلع بقى من كل الكلام بتاع الاكاديميا ده خالص، وتعرف ثلاث مشاريع. الكلام ده كان بعد اللي اكيد الناس معرف، يعني في ناس اكيد تعرف تسمع عن ريتشارد ميرفين اللي هو عامل اصلا البوم ماتيوريتي تشارت في بريطانيا، ده اصلا مشروع 12 في 2008 اللي هو الكيرف اللي احنا كلنا عارفينه. فهم جابوا ثلاث مشاريع والمشاريع دي اتنفذت فعلا. يعني اتنفذت فعلا وقاسوا الافكت بتاعها في مشاريع حقيقيه، وده كانت كيس ستاديز. ثلاثه كيس ستاديز اتعملوا للحكومه البريطانيه، كانت واحده كانت مستشفى على ما اتذكر، وكان في مركز ثقافي كان اسمه اكس بلس، وكان في مشروع ثالثه مش متذكر هو كان ايه. فاحنا ما عندناش احنا الكلام ده، كان مين ممكن يشتغل عليه؟ هو ده السؤال اللي بسالك، مين اللي يشتغل؟ احنا كمهندسين ولا جامعه بتوع الفاينانس، ولا لازم يكون حد درس الاثنين مثلا معاه ام بي اي ومعاه ولا ايه؟ انا عشان الموضوع ده انا بكلمك بجد، بنخش في ديبيتس كبيره فيه، يعني بنخش في ديبيتس ممكن تخلي اللي بيتكلم فعلا يبقى عنده حجه قدامك. يعني هو مش موضوع بقى دلوقتي احنا مش موضوع خناقه، لا هو موضوع فعلا هو بيتكلم في كلام كان بزنس وايز انت ما تقدرش ترد عليه بسهوله. يعني بتبقى ديبيتس طويله، وانت ما اعرفش كنت اكيد واجهت حاجه زي كده في شغلك، واكيد عمرو بيواجه حاجه زي كده في شغله. فالموضوع ده عايزين ان يبقى في ديبيت حواليه احنا حتى هنا في بيم اريبيا، لان فعلا عايزين نشوف الحل اللي احنا لو ما فيش حل حد ناوي يخش يعني يشوف حل، نشوف ممكن مين ندفع الناس ان هي تخش تعمل ماستر ديجريز في الكلام ده. ايه المشكله يعني؟ تمام يا فندم. تمام. طيب انت معلش خليني اتكلم في المبنى لسه، يعني اللي هو الحركه لسه بنتكلم فيها، عشان احنا كده انت ما شاء الله فتحت حاجات كتيره وما شاء الله كلها انت عندك فيها يعني عندك فيها حق. اوكي وشكلك في الموضوع بقالك فتره، فالمشاكل اللي واجهتك فعلا مشاكل حقيقيه. من خبرتي والله في التعامل في المجال ده، ساعات ما كان الواحد بيتكلم من وجهه نظر هندسيه بس، كنت في حاجات بتتكلم فيها وحاجات بتسيبها. اوكي وساعات ما بيتكلم الناس بتوع الفاينانس بس، لا ما بيجيبوش الكلام اللي انت بتتكلم فيه. يعني هو بالنسبه له 1+1=2. مظبوط. ده انت انا المفروض ان انا يرجع لي كذا، انا دفعت كذا يرجع لي كذا وعليه مش عارف كام في المية مكسب. اوكي انما عشان تتكلم مع حد ماسك الاثنين وماسك البيزنس، ده اهم حاجه انت بتتكلم فيها حد مثلا معاه ام بي اي. اوكي حد مهندس معاه ام بي اي، فطبعا هو يبقى فاهم الابعاد بتاعه الموضوع شويه، ومش كل الناس هتبقى مهتمه بالموضوع بنفس المستوى. اوكي
فانا اعتقد ان هو اكبر ناس ممكن هو شويه يتعامل مع الكلام ده هو مهندسين معهم اي بي اي. مظبوط مظبوط. ان احنا نفرص الناس هو ممكن ان هو فعلا يحصل انفورس مثل الناس, خصوصا الناس اللي ممكن انها تبقى بتشتغل في مؤسسات تعليميه بتبني. يعني لو في مثلا مؤسسه تعليميه ليها مثلا مشروع دلوقتي يتطور او كده, ممكن هو يتاخد مشاريع من اللي بتتطور دي وتتعمل ككيس ستاديز ويتم هو يتقاس عليها. يتقاس عليها هل دلوقتي لما استخدمنا مثلا في المشاريع ده هي ابتدى ان هو يعمل لي عائد ولا لا؟ يعني مش ضروري ان هو يبقى مجرد ان انا مبني مبنى جديد في جامعه بس, هو ممكن المبنى الجديد في الجامعه ده يتعمل عليه بحث اوكي ويطلع منه النتائج والنتائج دي تستغل مثلا, او مثلا يبقى في شركات اصحابها ويلنج ان هم يبروفايدوا بعض الداتا. اكيد مش كل الداتا بتاعت المشاريع هم يقدروا ان هم يعملوها بروفايدنج اوكي, بس في بعض المشاريع اللي ممكن يبقى بالنسبه لهم في سماحيه ان هو يحصل لها بروفايدنج اوكي. فدي لازم ان احنا نوسع شويه ان احنا فعلا نطلع حاجات ابليكابل عندنا في البلاد بتاعتنا, لان كل الريبورتس حتى اللي بتيجي من بره زي ما انت ما قلت هي ما فيهاش التولز الكافيه اللي يتقاس بيها. ومش بس كده, المارجنز بدون ما اطلع كلامك المارجنز حتى المارجنز بتاعت المشاريع بره غير هنا خالص. يعني المارجنز بتاعت طريقه تنفيذ الاشمعنس حتى يعني مظبوط مظبوط المشاريع اللي موجوده بره ماشي هي بتبقى انتجريتد بروجكت اوكي. المشروع بادئ مثلا ديزاين اند بيلد, المشروع اللي بيعمله كل المقاول اوكي. انا عندي في البلاد العربيه ما فيش حاجه اسمها كده قليل لما بلاقي مشروع ديزاين اند بيلد. عندك حق عندك حق مظبوط ماشي. فما ينفعش ان انا اقيس بالميزان بتاعهم مظبوط. ما ينفعش ان انا اغني على النغمه بتاعتهم, هم بيقولوا حاجه بيقولوا حاجه ثانيه بس. فبقى لازم ان هو يبقى في حاجات ثانيه تتعمل, يعني لازم يبقى في من ناحيتنا احنا شغل يتعمل عشان نقدر ان احنا يعني نقدر ان احنا نقيم الموضوع من وجهه نظر. تمام تمام تمام. بالنسبه للموضوع بتاع الديت داتا اللي احنا كنا بنتكلم عليه, ان احنا بنتعامل مع داتا مش عارفين نستخرج منها المعلومات. يعني انا المشكله دي انا واجهتها بنفسي انا واجهتها بنفسي اكتر من مره. دي معلش دي مؤقتك بس عشان ما انساش. دي كان في الناس كتيره بتوع ديفلوبمنت, يعني انا اعرف انهم اثنين, مهندس مصطفى صلاح هو موجود دلوقتي في سي ان سي لابل. عارف مصطفى صديق عزيز تمام. مهندس اسمه سمير البطار ده كان موجود في سي جي فرع قطر اوكي. الاثنين دول كان ليهم باع في المجال ده. واحد فيهم كان بيشتغل على الداتا داتا ان هو ازاي يجيب الداتا من اي مصدر ويبتدي ان هو عشان يدخل الداتا ده هي يعمل لها فورمات لكود لباركود اوكي. مجرد ما تعمل استنى الباركود ده هو بيدخل. هو اكيد مش كل الداتا اللي هتجيلي الداتا اللي هتجيلي فرق او هتجيلي باركود او حتى هيجيلي طريقه ينفع ان انا اعمل لها الكلام ده, بس على الاقل هتقلل اللود شويه اوكي. كان في فكره ثانيه برضو ان هو حتى محاضر الاجتماع نفسها تتعمل وتتدخل على السي دي اي ويبقى في حاجه زي برنامج يتم هو يستقي بعض الداتا بطريقه اللي هو زي اللي هو ماشين ليرنينج اوكي. ما هو ده في بعض الداتا لما تتاخد بطريقه معينه تتاخد من المينيت اوف ميتنج او من الريكورد اللي دخل وتبتدي انها تتحط في المكان بتاعها يحصل لها فاليديشن. بس دي برضه دي يعني هي دي كانت فكره مصطفى طالما انت عارف مصطفى. طبعا مصطفى لسه الفكره في اطار تطوير يعني. والله طب انا عندي سؤال تاني برضه ليك. لو تفتكر لو تعمم ان يتم استخدام حاجات زي الاكسل في كل الدوكيومنتس اللي بيعملوها السب كونتراكتورز من ماتيريال سبمنترز او غيره من الحاجات, تفتكر ده ممكن يفيد لو احنا استخدمنا الداينامو بحيث ان احنا نستخرج المعلومات دي بعد كده نعمل لها اوتوميشن بحيث انها تخش على المودلز على طول, ده ممكن يفيد ولا برضه مش هتعرف تكبر السب كونتراكتورز والناس اللي جايبه لك السبلايرز دول على حاجه زي كده؟ ما انا دي حاجه هو بخرج في الاخر يعني ما اعرفش اذا كانت بتمشي ولا لا. يعني انت عارف دي حاجه بتبقى انت لو انت فرضتها مش دايما بتبقى ضامن انها تنجح برضه. يعني الفرض مش دايما بيكون هو يعني انجح وسيله للتعامل مع الحاجات دي. ولا نفكر في ان احنا نعمل تول دي تقدر تحول الديت داتا دي للايف داتا. ما في دلوقتي تولز زي دي رافس وغيره بتقدر ان انت تدخل الداتابيس كلها بتاعت المشروع كله بالكامل, تخش وتطلع ريبورتس وتستخرج. بس الكلام ده برضه ستيل انت بتتعامل في الاول وفي الاخر مع ديت داتا. انت لازم الاول تشوف حل معاها هتعرف ازاي تستخرج منها. انت بتتكلم على مشاريع حجمها كبير, بيبقى استخراج الداتا دي حاجه ما هي سهله خالص صراحه. انا شخصيا عندي نتكلم في المنطق يا باشمهندس. المنطق مش ان انا يعني عارف اللي هو ايه احسن بروسس دي غلط
المنطق انها صلح الكورس الاساسيه في الاساس بتاعها. اوكي اصلح الكورس الاساسيه ازاي بان انا والله لو في استفاده من ان السب كونتراكتور يعملوا الحاجات بتاعتهم على اكسل ما يعملوا الحاجات على اكسل. لو انا في بدايه المشروع رفضت مره او اثنين الكونتراكتور زي فاهمين ان هو لازم يعمل الداتا بالطريقه الصح عشان تتسلم. تمام تمام ماشي. انما لو فضلت مثلا كمدير مشروع لا والله معلش عديها لي معلش عديها له معلش عديها له ثالث مره خلاص انا مش عارف حاجه. يبقى انا مضطر بقى بدل بقى ما احل الموضوع على مستوى الاكسل اجيب برنامج بكام الف ماشي ومش بالافات قليله عشان في الاخر اطلع بيت داتا ومش هيعملها صح. اوكي تمام 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 اتفق معاك جدا في الكلام ده. انا شايف معلش انا شايف بس انا بنتهي السؤال الجاي. في مجموعه من الاسئله كانت بعتها على الشات اوكي فدي ارد عليها دلوقتي. مش سامعك اسكو لحضرتك. تمام اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكر باشمهندس حسام على توفير المحاضره المعلومات القيمه ديت. ربنا يخليك شكرا. وكل القائمين على هذا العمل يعني التنظيم ده. ربنا يخليك. انا بس عايز اسال اسئله وفي حاجات فيها قصور في تعليم البيم في بالنسبه لطلبه الجامعات وبعد كده سوق العمل بيرجع يشتكي من قصور هذه من قصور الطلبه او المهندسين المتوفرين للعمل بالتقنيه ديت يعني. خصوصا الشركات. عندي اقتراح بسيط بما اني طالب لسه برضه زي الباشمهندس اللي كان بيتكلم في ان هو طالب في ثالثه مدني، انا في نفس المرحله العمريه. تمام. ليه ما فيش شركات خاصه بتوفر وليكن ترم مجاني او هم يجوا يعرضوا نفسهم في في في, في الجامعه ويوفروا يعني بسيط لو المحاضره كل اسبوع يعني في حاجات كتيره في الجامعات بتتاخد حشو وقت والله للاسف. وبيتك فيها مجهود وعمليه يعني الدكاتره بتبقى متشدده مش راضيه تغير او مش راضيه تشوف المنظور الثاني ولا راضيه تسمع صوت الطلاب حد. طيب بص يا باشمهندس خلينا نتكلم على ان اوكي اكيد في شركات هتعمل كده اوكي وفي اوريدي مثلا زي ما المهندس سائل من شويه شركة زي سي جي مثلا في مصر هي بتعمل حاجة مثلا زي University to Work وعملها وبتقدمك خدمة مجتمعية. بس ما اقدرش ان انا افرض على الشركات انها تعمل نفس الموضوع. لان انت عشان تخلي مجموعة من المهندسين اللي شغالين عندك انت كراجل صاحب عمل. انا دلوقتي انا بكلمكش كمهندس. انت لو في عندك اي نشاط انت بتعمل النشاط ده هو بيدخلك فلوس. اوكي؟ علشان تخلي الناس اللي بيدخلوا لك فلوس هي يعملوا حاجة تانية ما بتدخلكش فلوس. الموضوع مش سهل. اوكي؟ فما تحكمش على الموضوع ان هو لازم يعملوا كذا، ايه اللي خلاه لازم؟ يعني خلينا معلش انا عارف ممكن الكلمه تبقى صعبه، انت متوقع مثلا ان انا ارد عليك واقول لك لا هم لازم يعملوا كده، بس خلينا افكر معاك بنفس المنطق وخلينا نتكلم في الواقع. ايه اللي خلى الموضوع لازم؟ مفيش حاجه خلت الموضوع لازم. اوكي؟ دلوقتي اللي احنا مثلا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول ان احنا كافراد ماشي بين اريبيا حاولت مثلا انها تقدم مثلا حاجه مجموعه من المهندسين تطوعوا ان هم يعملوا حاجه زي كده. فلحد دلوقتي هي على مستوى الافراد. مستوى الشركات اظن الموضوع صعب لو ما فيش استفاده للشركه. اوكي حتى يعني كان في حد قبل كده كان بيقول لك ان هو لو لقيت سلعه السلعه دي ببلاش اعرف ان انت السلعه. اوكي لو لقيت حد بيقدم لك حاجه ببلاش اعرف ان انت السلعه. اعرف ان انت في الاخر انت الورد اوف ماوس بتاعتك انت كده اتعمل لك اللي هو اللي قدم لك سلعه ببلاش هي هو عمل نفسه حاجه زي البروباجندا. اوكي انا طبعا ما بتكلمش على حاجه انا بتكلم في العموم المثل ده من زمان. اوكي فما تبصش الموضوع كده وما تبصش ما تحكمش كمان برضو على الدكاتره اللي موجودين في الجامعه ان هو بيقدم لك حاجه وبيحشي بيها وقت والكلام ده. لو انت عايز تطور حاول تبص على الطريقه اللي انت كبني ادم تطور بيها. يعني انت لو شايف دلوقتي من جامعه بتقدم مثلا حاجات الحاجات دي هي مش كافيه حاول انك انت تقدم رايك.
اوكي لو ما تقدمش في الجامعه حاول ان انت تقدمه بعد ما تتخرج، حاول انك انت تغير. احنا كلنا كمهندسين وكلنا كناس بتشتغل دلوقتي احنا فات من اول كنا طلبه. اوكي انا مثلا انا كواحد شايف من دول ان انا الحاجات اللي انا لقيت فيها مشاكل احاول ان انا اخلي غيري ما يقعش فيها. اوكي انا واحد من الناس بعد ما اتخرجت انا عانيت كتير قوي علشان افهم اللي هو الدنيا ماشيه ازاي، واحاول ان انا اشوف طريقه اتعلم بيها، وحتى كنت بطلب الناس علمني كانوا بيرفضوا. فانا عشان كده دلوقتي بحاول ان انا اعمل من نفسي واعلم الناس علشان اللي انا وقعت فيه ما يقعش في غيري. فحاول تعمل كده، حاول تلاقي الطريقه الصح اللي انت توصل بيها صوتك، او لو ما عرفتش توصل صوتك عشان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاول انك انت بعد ما تتخرج اللي انت اتعلمته قدمه للناس بدون مقابل. بس تمام يا باشمهندس. انا بس كان يعني في موضوع اللي هي الشركات وكده، انا كان قصدي ان هم يجوا يعرضوا نفسهم ولو بشكل مجاني لمده ما، وبعد كده انا مش هوفرها فور فري ولكن بسعر مخفض. يعني انا كان قصدي ان هم يبينوا نفسهم. انا اي نعم انا عارف شركه اي سي جي، وانا انا قدمت الحمد لله في ال في ال في التراك الاستراتيجي الخاص بيها والحمد لله قبلت. انا قصدي يعني يوفرها الاول على الاقل بشكل مجاني، او يجوا يعرضوا نفسهم زي مثلا زي ما الدكاترة اللي بتروح مثلا بتعرض نفسها بجامعات خاصة او كده، وبعد كده بقى احدد انا هشترك او مش هشترك. يعني ففي الاول هترجع عليهم، يعني انا في وجهة نظري مش شرط انها تكون صحيحة، انها الاول هترجع عليهم بشكل ربحي فخاصة في توفير تمارين، وهترجع عليهم بشكل خاص ان انا ممكن ان هم ممكن يحتاجوا مهندسين بعد كده هيرجعوا عليهم ويوفروا لهم ربح برضه في زيادة الشغل بتاعهم او بيخرجوا بشكل افضل. والله يعني انت دلوقتي بتتكلم في حاجه، الحاجه دي ممكن هو يبقى سامعها مهندسين من شركات كتيره، واتمنى ان صوتك يوصل له. اتمنى والله يا باشمهندس، اتمنى. نتمنى ان شاء الله. شكرا شكرا على المحاضره مره اخرى. عفوا يا حبيبي. شكرا. مهندس احمد، دكتور احمد. السلام عليكم، يعطيك العافيه استاذ محمد. يعطيك العافيه مهندس كسام مره ثانيه على المحاضره القيمه، واذا سمحت لي ما راح اطول لاني كان في نقاش واسع يعني من وجهه نظر عمليه وحتى من وجهه نظر اكاديميه. الكل هون بمحاضرتك هالشيقه يعني فتحت الابواب لمختلف المجالات. حابب هون انا كون اننا هلا تحت اطار مؤتمر ادخل ب مدخلة بسيطة، واللي أنا شفته اليوم إنه محاضرتك هي عبارة بقدر أنا أسميها هي رود ماب، هو الطريق. لا إذا سمح لي الأستاذ عمر وهون الأستاذ محمد وباقي الكادر تبع بيم أرابيا، إنه هي رود ماب لأرابيك بيم بصراحة. يعني نحن عم نحكي هلأ بشغلة ما راح تكون عن منظور القريب مطبقة من الحكومات أو حتى من الجامعات، فهي لازم عمل جماعي من هالموجودين ومن هالعندهم الأفكار مثل حضرتك وزملاء الباقين، ومطلوب يعني عمل جماعي. وإذا إن عمل جماعي، عمل جماعي حقيقي، يعني أن في فرق بين عمل جماعي أو عمل جماعي حقيقي بشوفنا. فهون الفكرة أنه إيش هي النكست ستيب، مش واحد راح يعمل بالمنظور القريب. أنا فكرتي هي أنه نطرح أنه نعمل لجان عمل مثل ما انت تفضلت في بالدول برا، يعني في بيست براكسس، في عم نعمل بنش ماركينج بس نطبقها بحيث توقف البيئه العربيه، ونشوف ايش هي الطريقه الافضل لحتى نطبق هاللي انت هلا عرضته، وحتى نطور هالاعمده الاربعه ونسد نقاط الخلل اللي فيها بالنسبه للسوق العربيه. وجزاك الله كل خير يا سيدي على هالمحاضره الطيبه. وياكم يا فندم، والله انا سعيد جدا بدخلتك. شكرا لك. شكرا. دكتور احمد تفضل. مش مهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا كنت عايز بس انا عايز استفسار من حضرتك، وفي نفس الوقت طلب. انا الاول اعرفك بنفسي، انا مهندس انشائي خبره 15 سنه في الديزاين. تمام. اهلا وسهلا. أنا سامحة فاعتبرني بالجيل القديم شوية. ما عرفت بالريفت كانت من سنتين بدأت أشتغل عليه وتعلمته كويس الحمد لله. بس هي القصة إن بعد مرحلة الريفت بالذات الإنشائيين، موضوع بقى إن أنا أشتغل في المانجمنت أو البيم أو الدينامو والحاجات دي، أنا
تايه فيها، مش انا وبس يعني، حتى كتير زي تايهين فيها وما فيش تعريف كافي بيها. يعني تقريبا انا ما بداتش اعرف برامج اللي هي الكوردينيت زي الماجس وورك والحاجات دي الا في فتره الاوعاد بتاعه كورونا، كانت فتره يعني كانت طيبه ان انا اعرفها، وما عرفتش كل حاجه. انا ما زلت لغايه دلوقتي يعني البرامج، مش انا وبس، حاجه كذا حد، البرامج ما بعد الريفت كوردينيشن والمانجمنت وال3 دي وال4 دي وال5 دي التعريف بيها ضعيف جدا. وانا لو حابب اخد تراك معين مش عارف ايه الستيب اللي ممكن اخدها، يعني انا بعد الريفت المفروض اذاكر ايه؟ تمام. طيب هو دلوقتي دلوقتي حضرتك هو بعد الريفت هو في حاجات كتيره جدا ممكن نتعامل، ممكن الريفت انا بتكلم عليه ان هو برنامج بيعمل لي ديزاين، اوكي، بيساعدني في ان انا اخرج بلانز، بيساعدني في ان انا اخرج فيوز مش في كل حاجه، بيساعدني ان انا ادخل بعض الداتا، اوكي. بالنسبه للكوردينيشن ما بيساعدنيش قوي، مع ان هو في حاجه اسمها انترفيرنس تشيك، بس الانترفيرنس تشيك مش هو كل حاجه في الكوردينيشن، اوكي. فعشان كده بستعين بعد كده عشان الكوردينيشن بستعين بالنيفس وورك، اوكي. علشان اعمل الفور دي ممكن انا بستعين بالنيفس وورك او ببرامج ثانيه زي سينكرو الكلام ده. فعشان اللي هو لونج ستوري شورت زي اليوم، اوكي، ايه اللي هو اللي يحدد لي الخطوه اللي بعد كده؟ انا عايز اقول لحضرتك اللي يحدد لك الخطوه اللي بعد كده هو الاستخدامات. ان دلوقتي لو انا في عندي مثلا مشروع انا لقيت ان هو في استخدام لحاجه معينه، يعني مشروع من المشروعات مطلوب فيه استخدام لل 4D analysis للسايت، ببتدي ساعتها اشوف البرامج اللي بتعمل 4D analysis للسايت وابتدي ان اتعلم، اوكي. ده بالنسبه للبرامج. بالنسبه لموضوع البين مانجمنت والحاجات ده، هي لا، هو ده مجال تاني. يعني في بعض الناس اللي موجودين دلوقتي بيقول لك البين مانجر مش لازم ان هو يبقى عارف البرامج بتاعت مثلا بتاعت البين كلها، لان يعني هو في الاخر هو راجل بيمانج اللي هو البروسس، مش ضروري يبقى داخل في البرامج لدرجه الاحتراف، اوكي. وفي بعض الناس ما بتتفقش في كده، بس كله بيتفق على ان البين مانجمنت لازم ان هو، او البين مانجر لازم ان هو يبقى ليه تاسك معينه عارف ان هو يعملها، زي ان هو مثلا يعرف لو هو ممثل العميل يعمل حاجه اسمها الاي اي ار امبير انفورميشن ريكويرمنت، ويعرف المكونات بتاعتها والمواصفات بتاعتها وازاي يقدمها وازاي يعمل لها ديفلوبمنت وازاي يوافق عليها، زي ما هو يعرف يعمل استراتيجي للمشروع ويعمل بين اكسكيوشن بلان، سواء بري كونتراكت بين اكسكيوشن بلان او بوست كونتراكت بين اكسكيوشن بلان. وبالنسبه للبين مانجمنت هو ليه رود ماب، ليه تراك واضح جدا الناس بتمشي عليه. سواء مثلا لو احنا نتكلم البين مانجمنت من ناحيه الار اي سي اس او من ناحيه البري اكاديمي او الكلام ده، الناس دي ليها رود ماب بتتكلم فيها على البين مانجمنت، ازاي انك تدرسه وازاي في الاخر تبقى سيرتفايد فيه. فبالنسبه للبرامج، البرامج اللي يسمح لي ان انا اتعلمها كويس الطلبات اللي موجوده في المشروع، اوكي، والبرامج اللي بتحققها. وطبعا لو انا بتعلم برنامج، نصيحتي ليك ما تتعلمش البرنامج كله، اتعلم من البرنامج الحاجه اللي بتتعمل او الحاجه اللي انت عايز تنفذها، عشان البرامج ما بتوقفش، اوكي. بالنسبه للبين مانجمنت شوف رود ماب، ما الرود ماب اللي موجوده في كل مكان بتتعلم. معاك يا فندم، انت كنت عايز تسال على حاجه. الرود ماب دي اللي هي دي عباره عن اكاديميه ولا صفحه ولا بيبقى اللي هو يعني لو انا مثلا دخلت وعملت بحث على الار اي سي اس الاقي ليهم برنامج مثلا تدريبي عشان يطلع بين مانجر، اوكي. ده برنامج التعليم ده بيعلمه، مش برنامج، البرنامج اللي انا اقصده بيه مش برنامج سوفت وير، لا يعني خطه دراسيه، خطه تعليميه بالظبط، خطه تعليميه عشان في الاخر تبقى بين مانجمنت، تبقى بين مانجر سوري، اوكي. فبيقول لك مثلا في البدايه انت هتتعلم كذا كذا كذا، وبعد كده هتتعلم كذا كذا كذا، وبعد كده هتتعلم كذا كذا كذا. ممكن انا فبقول لك ممكن لو انا حابب ان انا اشتغل تبع حاجه من الحاجات دي، بري اكاديمي او الار اي سي اس ممكن اتقدمها. لو انا حابب ان انا اشتغل على نفسي، انا ممكن ان انا اشتغل على نفسي ان انا اخد اللي هو الخطه التعليميه دي ونقطه نقطه ابتدي ان انا اذاكرها واذاكرها باستفاضه، وابتدي ان انا اشوف ازاي امتحن نفسي فيها وازاي اطور نفسي فيها. والله انا في بسبب ما حركت تحت الموضوع ده، هو في رجاء للمهندس عمر والمهندس محمد ان هو يبقى في حاجه زي شهاده البين مانجر او كورس البين مانجمنت، اوكي. وطبعا بين اريبيا دلوقتي هي مؤسسه تعليميه، فليه ما نبقاش احنا كمان بنبروفايد حاجه زي سيرتيفيكت بالبين مانجمنت في الوطن العربي، لان احنا ما فيش حاجه زي كده موجوده.
فالموضوع الموضوع الطرح يا رب يبقى فيه جدلي شافية لحضرتك يعني رأي. شكرا. بس بقول لك في الوقت الحالي ار اي سي اس وبري اكاد اي سي اس وبري اكاد أستاذ حضرتك تقوموا عشان الناس كلها تستفاد ويحاول يسجلهم معلش هتقوموا ار اي سي اس اللي هي رويال انستيتيوت اوف تشارتر سيرفيرز ار اي سي اس اوكي والثانية بري اكاديمي تمام يعني ده بداية طرف الخيط للي عايز يشتغل بيم مانجمنت او عايز يتعلم مش مصنعش معه للشغل تمام شكرا لحضرتك بينا. جدا وشكرا لمجهودك عفوا عفوا بشمهندس حسين اسمح لك ناخد ميشيل بس كم سؤال عندي سؤال من مهندس محمود معتز ازاي ابدا شركه مقاولات صغيره او متوسطه تعمل بتكنولوجيا البيم شركه مقاولات صغيره او متوسطه تعمل بتكنولوجيا البيم معلش هو سؤال كده جينيريك قوي انا لو بدي شركه مقاولات بتعمل بتكنولوجيا البيم وانا مقاول اوكي فدايما المقاول مشكلته في ان هو بيطلب منه الحاجه من العميل فالعميل لو طلب ان المشروع يشتغل بالبيم يشتغل بالبيم لو ما طلبش ان المشروع يشتغل بالبيم مش هيشتغل بالبيم اوكي بس لو انت بقى كلمت على انك انت هتبقى بيم بروفايدر للمقاولات ودي حاجه تانية خالص اوكي انك انت المشاريع اللي هتشتغل بالبيم انت مش شركه المقاولات الاساسيه فممكن انك انت تكون بتأدي خدمه فيها تأدي خدمه البي اي ام فيها انك انت تعمل شوب درون موديل وبعد كده از بيلت موديل وبتبقى سرعة كوردينيشن وعن الريد لايننج وعن الكلام ده كله فحط كونستراكشن دي حاجه تانية لو انت مسؤول عن كده انا اقدر ان انا افيدك انما لو انت بتتكلم انك انت شركه مقاولات بتشتغل بالبن فانت حاجه من الاثنين يا اما انت بتتارجت ليك انت المكسب بتاعك انت ان هو انت بتعمل حاجه بسيستم والسيستم ده هيساعدك في انك انت البرودكشن بتاعتك تبقى اسرع والكواليتي بتاعتك تبقى احسن من غير ما تدخل العميل فيها خالص اوكي فلو كده برضو انا ممكن افيدك انما لو انت بتتكلم انها السنة العميلة ما قلتش شاب الدنيا بقى مش عارف اكيد خلاص فيه فمعلش لو يبقى فيه توضيح منك اللي انت عايزه بالظبط اجاوبك ولو حتى ما قدرناش ان احنا نتكلم دلوقتي انت ممكن انك انت تبعث لي على الميل بتاعي انا حطيت على الميل وممكن حتى ان احنا نبقى نتكلم كلام باستفاضه شويه في الموضوع لان الموضوع لا هياخد وقت هياخد وقت وقت كتير مش وقت قليل لو انا شركه بتشتغل لحد تاني خايفه تمام طيب في سؤال تاني يا دكتوره اكرام بتقول انا طالبه دكتوراه عايزه نقطه اشتغل عليها في مجال البيم هل حضرتك ممكن يعني تقترح مواضيع تمام هو كان لسه في كان لسه في دلوقتي حاليا الموضوع بتاع الار او ايز اللي هو اللي موجود وال والدراسات الفاينانشال اللي هي بتبقى موجوده على المشاريع اللي هو كان الموضوع اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه مع مهندس مصطفى تقريبا انا مش متذكر والله لو حضرتك كنت حاضره الموضوع ده فده بيئه خصبه جدا ان حضرتك تتكلمي فيها وتبقى جزء من رساله اللي هو الدكتوره بتاعتك او جزء انا حضرتك بتقولي انك انت دي رساله دكتوراه هتبقى جزء كويس جدا ممكن هو انك تشتغل عليه كويس وهتلاقي انت بتنفذي مجال جديد اوكي لسه ما فيش ناس كتيره اشتغلت فيه انما لو هتشتغلي في المجال اللي هو بتاع المشاكل اللي بيحلها الدم والكلام ده فده خطوه تبقى احسن يعني هو اكيد طبعا في لسه مشاكل بس مش هتبقي داخله في مجال بتفتحيه او بتخبطي عليه اول مره اوكي فلو انت عايزه حاجه تلاقي فيها ابحاث كتيره اشتغلي في المشاكل بتاعت البيم العاديه اللي هو المشاكل اللي هي بتاعت الكونستراكشن اللي بيحلها البيم لو انت عايزه حاجه جديده اوكي اشتغلي على الار او ايز وعلى علاقه البيم بالفاينانشال وايه هو الحاجات الاساس اوكي والبوستر اندكيتورز والنيجاتيف اندكيتورز الحاجات اللي هي كانت العلاقه ما بين الفاينانشال والبيم اوكي اتمنى ان اكون رديت على السؤال بتاع حضرتك. في سؤال من على
شايف على الفيسبوك ان الابلكيشن اكزامبلز على 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي. وبرضه سؤال تاني على نقطه البراند الجي اي اس. اوكي طيب لو هنتكلم على الاكزامبل بتاعه ال 4 دي، انا في عندي ال 4 دي ممكن هو يتعمل بيه سايت اناليسيس، ممكن هو يتعمل بيه كونستراكشن سيكونسز، اوكي ممكن هو يتعمل بيه ايه تاني، سايت اناليسيس كونستراكشن سيكونسز يتربط بس ده مش هيبقى 4 دي صرف، يتربط بالمستخلصات، اوكي ان هو لما يخلص اللي هو جزء معين من السايت او من الكونستراكشن يبقى المفروض هو فيه المستخلص المعين يتصرف المقاول، اوكي ده بالنسبه ل 4 دي. بالنسبه ل 5 دي ان هو يتعمل 5 دي موديل، اوكي ان هو يبقى موديل فيه موجود عليه المصاريف بتاعته اللي هو يعني يتعمل 4 دي ويتطور يبقى 5 دي، اوكي وقت برضو ان هو اربطه برضو بالمستخلصات او حتى اربطه بنسب الانجاز في المشروع، اوكي السكس دي سستينابيلتي ان هو اوريدي البند ريكوز مثلا بالنسبه لي هو ما ينفعش ان انا اعمل ليد من غير بند، بين ما انا ذكرت ليد فهو بيتربط على برامج مثلا زي جرين بند ستوديو او الانرجي بلس، بيساعد ان انا اعمل اناليسيس بسرعه جدا لحاجات كانت ممكن انها تاخد اسابيع لو انا هعملها بايدي، زي مثلا لو انا هغير وجهه المبنى مثلا 35 درجه، اوكي ايه هيبقى الامباكت بتاعها على الاتش باك وعلى الكهرباء وعلى اللايتنج وعلى الكلام ده كله، اعتقد ده ممكن هو يبقى مثال كويس. بالنسبه للفاسيلتي مانجمنت او 7 دي اوريدي مش مثال بقى، انا اوريدي دلوقتي مثلا بتكلم مثلا عن اني بوفر حاجه مثلا زي الاوضه بتاعت المخازن اللي كان بيبقى موجود فيها الاسبلت وكل حاجه، ان انا بدل الكلام ده يبقى موجود وبيقع بقى اول مره صيانه، انا بيبقى عندي كل المعلومات امبيدد جوه الموديل، اوكي وبما فيها جداول الصيانه كتالوجات وكل حاجه امبيدد صوت داتا، فدي تطبيق من التطبيقات اللي هو بتاع 7 دي. اعتقد ان انا كده رديت على السؤال، ولو في حاجه برضه مش واضحه ممكن حضرتك تقول لي. هو كان في سؤال كان بالجي اي اس جي اي اس بيبقى اكتر مع الحاجات بتاعت الانفر، اوكي ان هو يبقى الربط بتاع المواسير بتاع مثلا لو انا مثلا بتكلم على ماسوره معينه، فالماسوره دي اكس واي وزد في البدايه واكس واي وزد في النهايه، اوكي غير التول بتاعها غير يعني الداتا نفسها بتتربط بطريقه دي بتعمل 5 جي اي اس بالداتا بتاعت الانفراستراكشر وبتتربط. الابلكيشن كلها بتاعته اللي انا شفتها لحد دلوقتي هي موجوده في الانفراستراكشر ما شفتهاش بالنسبه للمباني، اوكي فده الربط بتاع الجي اي اس مع البي اي ام. المهندس خالد طارق بيسأل هو جام اساسا بدون طلب العميل ثم في مرحله اخرى طلب شغل الجام. المهندس خالد طارق بيقول لو انا لو كشركه بشتغل تمام ثم في مرحله اخرى طلب الشغل شغل الجام نفسه، فكيف يتم طريقه الحساب لخدمات الجام؟ لو انا كشركه بشتغل جام بدون طلب العميل وفي مرحله ثانيه العميل طلب شغل الجام، فازاي اعمل طريقه الحساب لخدمات الجام؟ لا ما يعني الموضوع مش ما ينفعش ان هو يتحل عليه جينيريك في حاله زي كده، اوكي؟ لو انا دلوقتي انا شركه شغال بالبنك، انا شركه شغال بالبنك شغال لنفسي، لو انا دلوقتي العميل طلب البنك نفسه، لو انا ما كنتش مقدمه كخدمه خلاص انا بسعره دي طريقه سيئه، يعني ما اقدرش ان انا احط لها ريت، اوكي؟ وما اقدرش ان انا اقول ان هو ده الطبيعي. لان هو طبيعي ان انا دلوقتي انا كشركه شغاله بند انا بعد ما خلاص بند بقول للعميل ان انا شغال بند، اوكي وبحزم من الاول عن ان انا شغال بند. ف ما اعرفش والله يا باشمهندس، بس هو سؤال نفسه ان انا شغال بند من غير ما اقول للعميل وبعد كده بروح بياع الموديل، ما اعرفش اكيد في الحته دي طريقه الحساب بتاعي.
بس اظن انها هتبقى رجع رجع الاتفاق ما بينك وبين عميل مش حاجه ثانيه. عفوا. تمام. الو دكتور ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا باشمهندس؟ اخبار صحتك ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يخليك يا فندم، جزاك الله خيرا. ليه زوجي كده يعني روفت عملك في المدينه؟ ربنا يخليك يا فندم، يعني ما هوش عندي سؤال بقدر ما هو يعني انا مبسوط من المحاضره بتاعت سعادتك، ويعني يعني استزاده في المعرفه ان البيم بيعمل يعني مور برودكتيفيتي، ان زياده انتاجيه عاليه جدا في المشاريع وفي السايت وفي الكونستراكشن، يبقى في ماس برودكشنز عالي جدا، بالاضافه انه بيقلل الريسك كمان معايا. تمام يا فندم، تمام يا فندم. ويعني في كيس استاذي كده انا قريتها من زمان على جامعه في جورجيا، انه كان اتعرض لثلاث تصميمات، اعتقد حضرتك قريتها وعارفها يعني، وطبعا ازاي البيم ساعده انه يقدر ياخد ديزيشن ميكر في الموضوع دوت لما اتعرض عليه ثلاث تصميمات، وفي نفس الوقت كانوا يعني نفس الكونسيبت بتاع الديزاين وبتاع الاوبريشنال في الجامعه، كان محتار، جاله تصميم بشكل عادي وتصميم بشكل ميزانيه متوسطه وتصميم بشكل ميزانيه اوفر، فباستخدام البيم قدر يعمل برزنتيشن من خلال الاستشاري والمصمم نفسه انه يقدر يوصل للافضل ما بينهم الثلاثه، وفي نفس الوقت يعني قلل معاه ميزانيه جامده جدا في التصميم من خلال البرزنتيشن على طول بالبيم. تمام يا فندم. انا والله يعني مش هكدب عليك، انا ما قريتش اللي هو البحث ده، بس لو في عند حضرتك لينك للبحث ده اتمنى لو تشيره معايا على الايميل بتاعي هيبقى شكل جدا. انا مفيش مشكله يا فندم، بعت لحضرتك. يعني الفكره نفسها لا هي ابليكابل جدا طبعا. ما لانه طبعا كان يعني زي ما حضرتك طبعا اي مكتب استشاري في الدنيا بيعمل تصميم مره واثنين وثلاثه على حسب الكلاينت والريكويرمنت بتاعته بلس ماينس، فبتلاقي الميزانيه والبادج بتاعتك بتطلع وتنزل منك، لو الاخر انا عاوز اسلم مبنى جامعه، مبنى مستشفى، مبنى وات ايفر الاوبريشنال اللي عنده، في الاخر يشتغل بشكل نظامي. فطبعا يعني في بعض الاستشاريين وانا استشاري اوريدي يعني، فطبعا للاسف يعني في بعض الناس تبقى التصميم بتاعها بيبقى مور سيف. ايوه. فطبعا ده كوست على المالك. تمام. فطبعا يعني بالاستخدام بتاع البيم فعلا وضح حاجات كتير زي ما حضرتك، طبعا الانفورميشن كلها بتبقى قدامك يعني من اي تو زد بشكل عالي جدا ممتاز، تقدر تحاكي الواقع تنفيذي فعلا. فبتقدر تطلع كل كبيره وصغيره في المشروع تنفذ ازاي وامتى وازاي والريسك بتاعها، بالاضافه يعني فعلا الحاجه اللي كلنا بنخاف منها في المشاريع ان الريسك يزيد معاك، انت عاوز يعني توصل لزيرو ريسك، دي بتبقى صعبه، بس بانك بتقلل الريسك على قد ما تقدر بحيث ان انت برضه تسلم المشروع بشكل محترم. اكيد طبعا، اكيد. انا ما فيش سؤال ولا حاجه، بس بشكر سعادتك على المحاضره وما شاء الله عليك، يعني زي ما قلت لا يفطر ملك في المدينه. ربنا يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك، ده من ذوقك بشكل كبير. الله يبارك سعادتك، ويعني دايما يا رب منورنا في كل مكان. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. الله يبارك، تسلم. شكرا يا باشمهندس عمر. شكرا شكرا مهندس عمر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا على المحاضره يا باشمهندس سام. انا برضو من نفس الفئه العمريه اللي زمايلي يعني اتكلموا فيها، انا برضو طالب في ثالثه عماره جامعه اسكندريه. يعني كان عندي سؤال، يعني برضو حضرتك قلت في الجزء بتاع الار او اي في جزء خاص بالبوليسي والبيبول، يعني طب هل ده مثلا كدور دوله من ناحيه البوليسي او البيبول اللي هي تدرب الكوادر وكده؟ انا شايف مثلا انا ككليه معظم المواد اللي باخدها روحي ناحيه الديزاين، يعني تقريبا معظم الساعات اللي بقضيها في الكليه او ساعات يعني الدراسيه يعني من المواد وكده بقضيها في مواد ديزاين تصميم، سواء اركتكتشرال ديزاين او اكسكيوشن ديزاين او انما ككونستراكشن كمجال اللي انا فعلا اعرف ابني مبنى، انا خايف، يعني انا اخاف ان حد يقول لي خد مثلا خش ابني يعني اشتغل ابني كونستراكشن يعني. فانا بسمع حاجات مثلا طبعا لسه يعني بعيد شويه عن المجال، بس حاسس ان احنا الاستثمار ما بين او
يعني المجهود اللي بيبذل من ناحيه البوليسي بتاعه الدوله او الاستثمار المجهود يعني في البيبل او الكوادر نفسها قليل. يعني هو اللي انا مش حاسس ان البدايه هتبقى التغيير من هنا، يعني من ان الساعات نفسها نبدا نغير في المواد نفسها. مش شرط الشركات تجيب مندوبين يعلمونا، لا ممكن هم نفسها يعني يتغير في ترتيب المواد او كميه كم المواد، حتى المواد نفسها بتاعت الميب او الميكانيكال وكده. كان بيخش مثلا الدكتور بتاع التكييف بيتكلم كحسابات او كشغل ميكانيكال من وجهه نظره الكامله هو، يعني مش ككوردينيشن. فبرضه ممكن دي نقطه ثانيه تتغير. والله انا اقول لك على حاجه يا باشمهندس، انا شايف ان هو دورنا احنا هنا كناس بتتكلم في البن وبتتكلم بتتكلم شويه من وجهه نظر عمليه وبتحاول انها تتكلم شويه برضه من وجهه نظر اكاديميه، لان معظمنا برضه كان عامل دراسات عليا والكلام ده. ممكن ان احنا نبقى صوت يوصل للدكاتره، في الحمد لله كان معانا هنا دكاتره حاضرين، وممكن ان هو الكلام بتاعنا ده يوصل للدكاتره اللي هو اللي موجودين عند حضرتك، سواء بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. اوكي، فاعتقد ان دي طريقه نقدر ان احنا نوصل بيها شويه الاراء بتاعتكم، ونقدر حتى ان احنا نوصل الفكر بتاعنا. وانت نفسك او غيرك او اي حد موجود في اي مكان، فهو في الاخر هو مسؤول. اوكي، لو انت في طريقه تقدر انك انت توفر بيها رايك او توصل بيها رايك، فيا ريت ما تتوناش عن انك انت تعملها، وما تفتكرش ان انت صوتك مهما كان مكانك هيبقى قليل. اوكي، لو في طريقه توصل بيها صوتك وصلي، لو في طريقه توصل بيها رايك وصلي. اوكي، لو حتى ما وصلتوش لدكتور بطريقه مباشره، لو لقيت ان في حد قريب من الدكتور ده هو ممكن انك انت تكلمه وممكن يوصل له رايك، كلمه. اوكي، ففي الاخر انت بتحاول انك انت تفيد نفسك وتفيد غيرك. بس بالظبط، ما عشان كده انا بحاول هنا اقول يعني رايي على المصدر المرابي او كده. يعني ففعلا الموضوع حسيت اللي هو يعني الاستفاده او مجال الكونستراكشن اوسع بكتير من اللي انا عايش فيه في الكليه كديزاين بس. طيب الشيء حاجه ثانيه، هو من الطبيعي جدا انك انت اي دراسه بتفتح المجال. اوكي، يعني لو انت خدت بكالوريوس هندسه في اللي هو مجال الانشاءات، انت على فكره انت جاي بطريق انك انت تشتغل مهندس انشاءات، معايا؟ مش انت اللي مهندس انشاءات. اه بالظبط، ماشي. اللي بياخد فينا ماجستير في حاجه، انا ساعه مثلا ما خدت مثلا الام بي اي، انا واخدها وانا متاكد ان ده جاي في الطريق ان انا افهم مثلا شويه في الفاينانس، افهم ده جاي في الطريق، ده اللي يفتح لي حاجه عشان انا بعد كده عايز ان انا اكمل فيها، اعرف اكمل، ان ده مش نهايه الطريق. فانت التعليم اللي انت بتاخده بدايه مش نهايه، ماشي؟ مش مطلوب منك انك انت تخلص الكليه تطلع تشتغل مهندس استراكشر، انت مطلوب منك تكمل خبره عمليه بعد كده تشتغل. بالظبط، تمام، شكرا يا باشمهندس. عفوا، شكرا.